Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم. يا هلا بالشباب، نورين الحلوين، يا هلا يا هلا يا هلا فيكم ببطولة ميدل إيست أفريكا فعليا المقدمة طبعا من إكزوتيك. طبعا هن أول أعتقد أول إيفنت بيعملوها لريجن المينا أو ريجن العربي بشكل عام وريجن الأفريقي، فعندهم لسه شوي هيك ترتيب لسه ما بيزبطوا 100% من ناحية دخول على الروم، تظبيط الروم. اعتقد الشباب دخلوا بسرعة ما شاء الله عليهم، نعرف كلياتنا لاعبين احترافيين، لكن ما تاخذونا طولنا عليكم لما فتحنا الستريم. طبعا شباب مثل ما ظاهر ممكن على الشاشة اسماء الفرق اللي حتكون مشاركة معنا: نجمة جالاكسي، كونكرر ايراك، معنا ريكو، انفينيتي اي سبورتس، ايضا التويستد مايندز موجودين، ايضا نصر اي سبورت 19th minute او دقيقة 90، خلص هيدو 19th minute دقيقة 90 اسمه، ما حدا يقول لي تقوله بالانجليزي احسن ما 01 اي سبورتس موجودين معنا. طبعا تيم فالكونز موجودين ايضا، محطوطه غلط اعتقد هون في الصوره، ما تاخذون على الموضوع، لكن هي المقصود فيها تيم فالكونز. ببعت لهم انه مشان يزبطوها يعدلوها مشان عدل الصوره اللي عندنا، اذا رجعنا طلعناها مره ثانيه على اللايف ستريم علشان تكون كل شيء تمام. طبعا شباب بالنسبه لنا مثل ما بنشوف تيم فالكونز موجودين، موجود تيم الريفوليوشن مغير اسمه، طبعا راح يكون الريفوليوشن عم بيلعب تحت اسم تيم اوريدو ثاندر. اللي ما بيعرف الموضوع راح يكون تيم ريفوليوشن راح يلعب تحت اسم تيم اوريدو ثاندرز، فهي شغله كويسه انه الواحد يكتشفها كمان. نحن عم نظبط البطولة، عم نرتب الأمور، بس عم بشوف إنه كل شيء تمام إن شاء الله. ناطرين كمان منهم ضيعت صار ما عندهم بلاوي رومات، عندهم بلاوي شغلات سيرفر. طبعا طلعوا على سيرفرهم علشان تكونوا على اطلاع بكل شيء بينزلوه. ضبطوه، أوكي رجعنا عليها. طبعا تيم ريفوليوشن هو تيم الاوريدو ثاندر، راح يلعبوا بهذا الاسم ببطوله الميدل ايست افريكا. متحمسين كثير، راح نشوف نحن الفريق كيف راح تكون اداؤه. وايضا في عندنا نحن باور اي سبورتس، مكتوبه ما بعرف اذا مكتوبه صح، هي الباور اي سبورت من يب باور اي سبورت موجود معانا هون، فانكد وعزيز عثمان وكونتي هنا المشاركين بالسلوت ال 14، بالسلوت 15 موجودين معانا الفيرتشوال جيمنج والانترودر طبعا موجودين بالسلوت 16، بالسلوت 17 موجودين معانا السلايم 4KT، بينما موجود تيم الميثس بالسلوت 18، والسلوت 19 راح تروح لجي 3 تيمبر، بينما السلوت 20 بتكون من نصيب تيم الامبرا. طبعا بالنسبة لنا بنعرف كلياتنا الخرائط راح تكون اربع خرائط بالنسبة ل اوكي ظبط الصوت، انا حاطط صوت اللعبة كتير عالي، انصرعت صراحة. هيك تمام. طبعا بالنسبة لنا هاي الخرائط راح تكون قدامكم: ايرانجل، ميرامار، سان هوك، ايرانجل. هاي عدد الخرائط اللي راح تلعب اليوم، وهيك ترتيب الخرائط بيكون بالنسبة لنا. بينما بالنسبة للجولة مثل ما بنشوف رايحة تنطلق معنا الجولة، وخريطة ايرانجل هي الخريطة راح نبلش معها. طبعا مثل ما بنشوف معظم الفرق موجودين بمكانهم، معظم الفرق موجودين بالستوتات تبعيتهم، العدد شبه كامل من المتواجدين في الجولة. انا حابب اشوف كيف راح يكون اداء الاقليمين سوا، باعتبار انه كلياتنا بنعرف نحن اقليم افريقيا كان منعزل شوي عن الاقليم العربي باخر بي ام بي ال، كان في لهم بي ام بي ال الخاص فيهم، فالتدريبات اللعب كل السكريمات اختلف الموضوع، اختلف كل شيء عندهم بنسبة كتير كبيرة بالنسبة للفرق المتواجدة معنا. اوكي صلحوها هاي مشان تيم فالكونغ، تكرم عينكم علشان فالكونغ ضبطنا لكم اياها على طول شوف بس تيم فالكونغ. طبعا شباب بالنسبة لنا اللي زمان انا مالي عامل سبكتيت، ف بتكونوا تطولوا بالكم علينا شوي بموضوع السبكتيت، بتكون تاخذونا براح تاخذونا بال
بيحلمكم بيقولوا شوي بموضوع السبكتيت، انه زمان زمان كتير عن قصه السبكتيت. 5 ثواني بتبلش الجوله معنا، خريطه الايرنجل، نشوف مسار الطياره كيف راح يحكم على الفرق، نشوف كيف مسار الطياره راح يحكم على اللاعبين وكيف راح تكون الجيم بالنسبه لنا. طبعا مثل ما بنشوف مسار الطياره من غرب منطقه هوسبيتال باتجاه جنوب كمشكي، جنوب ستالبر، نوعا ما مسار الطيارة محدد المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية لحتى تكون هي الدروب الأساسي بالنسبة لمعظم الفرق. لكن السؤال بيطرح نفسه، كيف راح يتأقلموا الشباب مع الموضوع بحكم أنه كلنا نعرف في صراعات عندنا بالدروبات، في أكثر من فريق بينزل معنا بجورجو بول، إن كنا عم نحكي على الشمالية إن كنا عم نحكي على الجنوبية، في أكثر من فريق بينزل بسيفيرني، في أكثر من فريق بينزل معنا بليبوفكا، في أكثر من فريق بيلعب على الأطراف، في عندنا 3 فرق بتنزل باتجاه الميليتري بيس، تيم اوريدو اللي هو اوريدو ثاندر ايضا اللي بينزل باتجاه الميليتري بيس. حابب اشوف انا كيف راح تكون الترتيبه بالنسبه لهم، باعتبار انه عم نحكي نحن معظم الفرق ما راح تكون متاقلمه مباشره على الدروبات، ما راح تكون نازله 100% بالدروبات تاعتها، لكن راح نشوف شو الترتيبه. كبسه غلط يعني، لا تنظبط جيبها هاي يعني. جيب العيد ضبط الكبسات كلها علشان ما نجيب لي. طبعا مثل ما عم نشوف هي قدامنا على الطياره، نشوف التحركات او بالاحرى عم نشوف نحن وين عم ينزلوا الفرق، وين عم يتحركوا الفرق. بنشوف 01 اي سبورت نازل باتجاه المنطقه الشماليه، 01 اي سبورت اللي ما بيعرف طبعا كمان هن سابقا عرفوا بالتربل دي، سيف وغيث والشباب كلهم متواجدين بالمنطقه الشماليه. لكن في عندنا صراع مباشره باتجاه منطقه سكول، هذا اللي كنا نحن عم نحكي عليه، هذا كنا عم نحكي عليه، في عندنا صراعات بالدروبات، في عندنا كونفليكت فعليا موجود معنا بالدروبات. بنشوف راجناروك متواجد، نصر اي سبورتس فيس تو فيس مع تيم الاومبرا، اثنيناتهم موجودين بالسكول واثنيناتهم حاليا بحاله تاهب لحتى ياخذوا الفايت. عم نشوف نحن راجناروك متواجد بالمبنى الاساسي بالسكول مع فريق الاومبرا بشكل كامل، بينما باقي اعضاء لاعبين تيم نصر اي سبورت متواجدين بالمسبحه بيحاولوا يغطوا لراجناروك المتواجد لوحده. هل في مجال للفايت؟ هل في مجال فعلا نصر اي سبورت ياخذ الفايت ولا راح تكون صعبه كثير بالنسبه له؟ عم نشوف الحين هون مورتيزا بزاويه كثير ممتازه، حصل اصابات لكن غير كافيه للاطاحه، الانسحاب من المكان يا راجناروك لازم يتم. في عندنا فايت بمنطقه اخرى اكيد، في عندنا فايتات بكل المناطق فعليا على الخريطه. راح يكون في فايت ايضا عند تيم جي 3 يلي ماخذ ايضا فايت بمنطقه الجاتكا. عم نشوف على السريع هون البوش متواجد، نلاحظ على طول البوش موجود بين الجي 3 عم بيحاولوا ياخذوا جي 3 تمبر الفايت على كلوز كورنرز مع تيم المثل، مايكرو اوزي موجود، السبراي حاضر لكن النوك داون بتحصل عليه، وضع دفاعي بحت عم بيكون هون من رمزي، حصل الاول ممكن ثاني ممكن ثالث. ما عم نشوف العتاد جدا سيء عند لاعبين تيم جي 3 تمبر، ممكن ما ياخذوا الفايت بشكل سليم، ممكن هن يدفعوا الثمن كثير غالي. مثل ما عم نلاحظ نحن هون الضغط لا زال مستمر، الضغط لا زال مستمر، الله عليك جمب شوت عم تتحصل وفعلا الاقصاء بيكون في ساندويتش تم عليه هون، وبالاحرى الفلانك كان جدا ممتاز من سي مايند وبيودن مثل ما شفنا. بنرجع على طول باتجاه منطقه السكول وبنشوف شو عم بيصير بالسكول يا حباب، شو عم بيصير معانا بالسكول يا حباب. لا زالوا كل من تيم نصر اي سبورت وفريق الاومبرا ماسكين على بعض، طبعا هذا الشيء راح يدفعوا الثمن غالي كثير عليه. اثنيناتهم بمركز الزون، اوكي هلا ممكن يختلف على هالموضوع انه اثنيناتهم بمركز الزون، لكن للليت جيم ما راح تفيده اذا ما كان معه المتواجد العتاد الكافي. عم نشوف هون البرست اتاك موجود بالام 16 من راجناروك، لكن بنزل داون عن طريق فايبس بيتحصل منه النوك داون وبيحصل فعليا الاقصاء ايضا على راجناروك، ثاني ضحيه من لاعبين تيم نصر اي سبورتس. سابقا شفنا نحن هذا الستايل، سابقا نحن حكينا كثير على هالموضوع حتى بال الاوفيشال تورنمنت حكينا كثير عن موضوع تيم نصر اي سبورت والبوشات اللي بتكون احيانا زائده عن اللزوم، بيكون احيانا المغامره بالنسبه لهم مو محسوبه 100%. الدروب هون بمنطقه السكول اكيد انت عارفان في لاعب في فريق نازل معك، طيب الابارتمنت فاضيه يا شباب، الابارتمنت امتي امتي ابارتمنت موجوده معانا، لكن نزلوا بالسكول كونتستد مثل ما عم نشوف وبيحاولوا ياخذوا قدر الامكان هون افضليه بالمنطقه. طبعا بالنسبه لنا نرجع من عيد ومنأكد على الموضوع بالنسبه اول نظبط سبكتيت على الايباد لانه سبكتيت
نحاول نظبط الترتيب هون. احنا بالنسبة لنا ايضا على الطرف الثاني متواجد في فايت بمنطقة يزنايا بوليانا بين كل من لاعبين تيم الفالكونز وتيم الفور كي تي. اول ما يبلش هنيك في ضرب مباشرة راح نبلد عليه هنا. نشوف نحن هون هلا حاليا حسان من تيم نصر اي سبورتس لازال ماسكين فيس تو فيس مع تيم الاومبرا، ما في نية واضحة وصريحة فعليا لحتى ياخذوا الفايت بالشكل السليم، لكن مثل ما بنشوف نحن على طول تيم الفور كي تي عم بيحصل هون في اقصاء ممكن يتم فعليا من لاعبين تيم الفالكونز. بياخذوا واحد من نيفر لون فعليا بياخذ واحد من لاعبين تيم الفور كي تي بوش باتجاهه بالشوت كان عم بيعمل بوش باتجاه لاعبين تيم الفور كي تي بحاول ياخذ الكلوس كورنرز. دي بي اس يا حباب صعب كثير على الكلوس كورنرز، لكن المايكرو اوزي هو كان الحكم معانا بالفايت. عم نشوف هون سكسي فيكسي مثل ما بنشوف سبراي كثير حلوه، لكن بزل داون عن طريق احمد المتواجد من تيم الفالكونز. متبقي معانا بالخلف بلازا عم بيحاول ياخذ الفايت عن طريق الجرنيد، اذا بحصل بالمكان السليم ممكن يكون فيها اقصاء فعلا فيها ضرر، لكن غير كافي الضرر هذا. عم بيعمل بوش عن طريق الاف بي بي بيحاول ياخذ سبراي، الضرر موجود لكن غير كافي. تيم الفالكونز حول احمد على طول على وضعيه الريفايف، عم بيحاول ياخذ الريفايف يستفيد فعليا من التردد اللي امامنا من بلازا. جرنيد ثاني بمكانه، الفينش عم بيتم خلاص حرم من ريفايف احمد، واحمد هون مضطر ياخذ الفايت 1 في 1 مع اللاعب بلازا اللي عم يتقدم للامام بجرأه كثير عاليه، لكن على الكلوز كورنرز تبديل على ام 416 مثل ما عم نشوف. احمد بيحاول ياخذ الفايت وبلازا بيطلع بالوايب على طول على لاعبين تيم الفالكون والبلايد بالنسبه للاعبين تيم السلايم 4KT. مثل ما عم نشوف تحصل الفايت بالنسبه لهم، هذا شيء جدا ممتاز، نقاط ممتازة، نقاط ثمينة بالنسبة لهم، وبداية وانطلاقة جدا رائعة. طبعا شكر كتير كبير لتنظيم هيك ايفنت، لأني هاي الشغلات إن شاء الله بيتحصل تعديل عليها. الاي جي الز الكوتش كله رح يبرك يراجع الماتش، يراجع فعليا السلوك تاع الفرق المتواجدة معانا، وهذا الشيء رح يتغير أكيد بالشامبيونشيب. ممكن يتغير، ممكن يكون في تحضير أفضل، فهيك إيفنتس دائما بتفيدنا نحن بتحضير الفرق باتجاه المين إيفنتس. مثل ما منشوف على طول في ضغط في ضغط في ضغط مثل ما منشوف موجود في ضغط موجود هون على تيم نصر اي سبورت، لكن كيف راح يتحصل هذا الضغط؟ طب يعني سبع دقائق فرضا 30 ثانيه كانت الهبوط من الطياره، او نقول دقيقه ونص كانت الهبوط من الطياره بالنسبه لهم. عم نحكي نحن عن سبع دقائق، نصر اي سبورت خسران اثنين من الفريق، موجود هو بمكان صعب جدا انه يتحرك، صعب جدا انه يعمل اي شيء صراحه ضد لاعبين تيم الاومبرا. بنفس الوقت عناد تيم الاومبرا واضح وصريح، ان كان من فايبس، ان كان من بي ار زد، ان كان من ويستد، وان كان من مورتيزا اللي عم يحاول يعمل البوش حاليا. بلشوا يدوروا على ثغره، بلشوا يدوروا فعليا على نقطه يعملوا فيها ضغط على لاعبين تيم النصر اي سبورتس. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في مجال لجرنيد تحول الفايت من 4 ضد 2 ل 4 ضد 1؟ الجرنيد موجود بالمكان السليم، في ضرر موجود لكن غير كافي، 30 فقط الـ HP الراح من ميركل، بينما مورتيزا هون عم يتراجع للخلف عم يحاول يحصل زاوية ثانية، يطلع بجرنيد آخر على لاعبين تيم نصر اي سبورتس اللي عم يستفيدوا فعليا من الكفر تاع المسبح. لكن إلى متى؟ مثل ما بنشوف زاويتين، حسن بطرف متواجد ميركل بالطرف الثاني، S12K رح تكون كثير صعبة، حلوة ردة الفعل مباشرة، شاف الجرنيد يتحرك من مكانه. ما ننسى نحن هون انه PRZ ماسك زاوية جدا قاسية على لاعبين تيم نصر اي سبورتس، حارمهم من التحرك، عم نشوف محاولة من مورتيزا انه يطلع على المسبح، عم بيحاول يدخل على المسبح عن طريق السطح، فعلا موجودة هون الحركة، حاليا الفولت جدا بسيطة رح تكون بالنسبة له، مثل ما بنعرف نحن هون باركور سليم ممكن يعوض لك أنت عن فرق التضاريس المتواجدة معك. ميركل مكشوف، ميركل مكشوف على مورتيزا، ممكن تحصل هون السبراي بالشكل السليم ولا جرنيد او ملتوف شو من كانت تكون باتجاه لاعبين تيم نصر اي سبورت تقلب الموازين. مثل ما عم نشوف بريز المتواجد على السطح عم بينتظر فقط اللحظه المناسبه لحتى ينقض، ممكن ينط باتجاه الشباك ويدخل ايضا بباركور حلو. عم نشوف نحن هون مورتيزا محاوله جرنيد بالمكان السليم لكن صعب كثير الزاويه منه، يحاول يتقدم ميركل. هل هو مدرك فعليا للتحركات اللي عم بتصير بالخارج؟ هل هو مدرك انه مورتيزا موجود بزاويته؟ باور على الدقيقه 90 بلشوا الفايت، عم نشوف فايتات نحن بكل مكان. ثواني رح احاول نحصل الفايتات هي كلياتها وين عم بتصير. في اقتناص فعليا على الطريق عم يتم على احد اللاعبين، انترودرز ايضا بلشوا يتحركوا، انترودرز عم بيحاولوا يعملوا روتيشن بالنسبه لهم، في ضغط موجود على اللاعب عمر من تيم الانترودرز، الضغط لا زال مستمر عليه، لكن هل في مجال للاقصاء؟
شوف وندقق لساتي انا مراقب على نصر اي سبورت صراحه، عم بستنى هذا البوش من نصر اي سبورت. بنفس الوقت عم نشوف نحن هون لاعبين تيم الاوتي على الاطراف عم يحاولوا قدر الامكان حصلوا هون زاويه، بحاولوا هون يحصلوا زاويه على اللاعب من تيم الانترودرز اللي هو عمر. نرجع على طول بنتابع معاكم او قدر الامكان نحصل كل الزوايا اللي بيصير فيها الفايتات. انتشار ورتم بين السريع وبين البطيء، فينا نقول انه رتم سريع في فايتات عم تتاخذ لكن رتم بطيء الفايت نفسه عم يطول معنا بشكل كتير كبير. فايبس حاليا عم بيحاول ياخذ زاويه، بحاول يتقدم الامام، ممكن ينصفع بالاس 12 كي، ممكن تكون صدمه كتير كبيره بالنسبه له. مورتيزا نايس عليك، حصل الجرنيت بالمكان السليم، النوك داون جيد جدا للاعبين تيم البوشون موجود على طول، بتحصل فعلا الامبرا بالسبراي والتخليص على لاعبين تيم نصر اي سبورت بدون اي خسارات بدون اي شوائب وائب بتذكر على الفريق. بينما على الطرف الثاني مثل ما بنشوف لاعبين تيم النجمة جالاكسي، شو نحكي لنحكي؟ شو الواحد بده يحكي على نجمة جالاكسي يا شباب؟ يعني اليوم مبلش انت السنة هاي مبلشها بثلاث ألقاب مباشرة، محصل ألقابك على طول. بينما بالطرف الثاني خلونا نروح مباشرة باتجاه لاعبين تيم الانترودرز اللي داخلين أيضا في فايت، داخلين ايضا في فايت تيم الانترودرز، محصلين نوك داون على قحط. عم نشوف نحن في نوك داون على قحط اثنين من الفريق على ما اعتقد معانين فعلا. سبراي بتكون كتير حلوه هون من وايس، سموكر يا سموكر سموكر يا سموكر من الفريق عم بيعاني ايضا من اصابات كتير بالغه، ممكن ينزل داون بالزون. البوستر انقذ حياته في تحصيل هون للهيل، محاولة المعالجة قدر الإمكان. بنفس الوقت عم نشوف نحن لاعبين تيم الانترودرز ما عم نشوف منهم الضغط خارج الكفر، لا خلص مقتنعين هنا بالفكرة، حصلوا إقصاء بالنسبة لهم على الأطراف، حصلوا نقطة ثمينة جدا، حصلوا نقطتين فينا نقول. النقطة الأولى أنه حصلوا الإقصاء، النقطة الثانية عم نشوف نحن تحركاتهم العنيفة. بلشنا البوش، أوكي بلشنا البوش مثل ما عم نشوف على طول. عم نشوف علي، علي بينزل داون، حلوة كتير من رؤوف، حلوة كتير من رؤوف، بتحصل فيها النوك داون، بتحصل فيها أيضا الفينش مثل ما عم نشوف. بينما على الطرف الثاني ريكس، يا ريكس أرقد يا ريكس، أرقد يا ريكس. تيم 13 اللي هو الريفوليوشن فعليا اوريدو ثاندر، برجع باكد الموضوع اوريدو ثاندر، هن اوريدو ثاندر بويز هن الموجودين حاليا معانا بالسلوت 13، يعني الاو تي هي اوريدو ثاندر. خسروا علي، خسروا قحط، وضع جدا صعب بالنسبه للفريق مثل ما بنشوف، وهذا شيء اكيد ما بيتمنوه الشباب بالنسبه للمين ستيج. مثل ما بنشوف هون قدامنا تحركات على الخريطة، عم نشوف تيم جي بي متواجد معانا بالمنطقة الشمالية، جي 3 عفوا جي 3 تمبر على ما اعتقد هو هذا الفريق، يب جي 3 تمبر بعد ما حصل اقصاءات ثمينة بالنسبة له، خسروا لاعب فالكو لكن بيودن متواجد والسي مايندز اثنيناتهم على قيد الحياة، بيحاولوا ياخذوا قدر الامكان بوزيشن امن بجوارهم. 01 اي سبورت اللي شفناهم يعني انك توصل للفاينلز بس بسوبر ويكند واحد كان امر جدا ممتاز بالبي ام بي ال اريبيا بالنسبه لهذا الفريق اللي حاليا عم يحاول يعدل من الوضع باعتبار انه في عندنا بطوله محدوده الايام، ما فيك نهائيا تفرط بيوم ويومين وثلاثه من البطوله، يوم ممكن يتعوض لكن اكثر من يوم اعتقد صعب. نحكي بنقطة تانية على المستوى اللي عم نشوفه نحن، على مستوى الفرق اللي عم تلعب معنا رح يكون صعب جدا بالنسبة لهم انه يعوضوا فعليا هذا اليوم بدون ما يقدموا اداء جدا استثنائي. وعم نحكي نحن على مستوى ميدل ايست افريكا، عم نحكي نحن على مستوى الشرق الاوسط بكامله وافريقيا ايضا. شوف تحركات لازالت على الخريطة، عم نشوف نحن التنقلات، اوكي ما عم نشوف لسه شيء شو تنقلات على طول من لاعبين تيم ال 4K تي ايضا اللي قبل شوي حطت عليهم لكن للاسف سبكتيت مثل ما بنعرف ببجي موبايل، ويلكم شباب. نشوف النقلات على طول، نشوف تحركات الخريطه على طول. الهارد شيفت صار باتجاه المنطقه الشماليه من طرف الشوتنج رينج باتجاه بطاقه الروزوك، محاوله الفلانك عم بتكون من لاعبين تيم ال 4K تي، ممكن ياخذوا بوزيشن جدا ممتاز صراحه، يسيطروا على المنطقه المفتوحه اللي بتكون باقصى المنطقه الشماليه. بينما لاعبين تيم الاومبرا واضح من اسلوب لعبهم راح يحاولوا قدر الامكان يبقوا بمحيط روزوك، يبقوا قدر الامكان بمحيط الزون، يلعبوا داخل الابنيه لانه واضح ستايل اللعب اللي شفناه بالسكول، ما بدهم يطلعوا بالاوبن، اخذوا من العمارات على طول اللوت وعلى طول تحركوا معانا. ننتقل على طول باتجاه الفايت، رؤوف مثل ما عم نشوف من تيم الانترودرز بيكون هو الداون على الارض،
بيكون هو الداون على الارض. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه كيف راح يكون الترتيب بالنسبه لدامي والشباب التريبل دي حاليا على الاطراف. التريبل دي او تويستد فعليا تويستد ماينز عم بلعب معهم تريبل دي دامي مثل ما عم نشوف. حطت اسمه تريبل دي دامي ليش؟ ليش ليش حطت اسمك تريبل دي يا حباب؟ ليش ليش ليش؟ مش هتخربطنا بس مش هتخربطنا. الله يصلحك. مثل ما عم نشوف هون جودي يا جودي جودي يا جودي موجود مع الفريق. محاولة التحركات تيم الانترودرز خسروا لاعب. لكن واحد انك تطلع من الفايت هاي تطلع من الورطة هاي مع تيم مثل تيم التويستد راح تحسب لي تيم الانترودرز. مثل ما عم نشوف هون خارج الكفر موجودين شباب بالسيارة محاولة انه يحصلوا كفر لكن السفرية على طول عم بتكون من رولكس. رولكس هو اللي بيحصل النوك داون. زاوية جدا ممتازة. الضغط ممكن يتم باتجاه باتجاه زميله باتجاه رؤوف. مثل ما بنشوف رؤوف يا رؤوف الضغط عليه عم بيتم الضغط باتجاه رؤوف. حصل سبراي. السبراي فيها ضرر فيها ضغط ايضا مثل ما بنشوف لكن ما في نوك داون حاليا. محاوله كشف على رؤوف تحصل الزاويه من رولكس. رولكس عم يعمل بوش ورولكس بيطلع بالاقصاء. جي جي والبليت فعليا للشباب اللي كانوا متواجدين هون معنا من تيم من تيم الانترودرز يلي نجا منهم فقط مثل ما بنشوف هيمو. هيمو الناجي الوحيد بثلاث نقاط رح يحاول يلعب قدر الامكان على البلايسمنت باعتبار معه اقصاءات. روح مباشره باتجاه لاعبين تيم الجي 3 تمبر اللي عم بنعمل بوش عليهم باتجاههم فعليا من لاعبين تيم باور. عم نشوف نحن فانكيد هون متواجد على الاطراف موجود معه عثمان موجود عزيز ايضا بزاويه. نشوف نحن هون من الزاويه تاعيتهم ضغط على لاعبين. خلص انت مدرك تماما انه قدامك ما في كثافه عدديه. كان واضح الموضوع من اطلاق الرصاص على الفريق فراح يتحرك الفريق باتجاه عنيف بصوب هذا الكمباوند الحساس جدا على الطرف الغربي من الزاويه من الزون. زاويه كثير ممتازه عم تكون من عثمان وفانكد. محاوله اخذ مناورات مع سي مايند يلي على الاطراف محاول ياخذ هو الفايت وبيودن مثل ما عم نشوفه بيلعب ديفنسيف بشكل كثير كبير. هل في مجال اطلاق رصاص عم بيكون من الخلف من لاعبين تيم الار 8 يلي متواجدين يوزع على الجبل مثل ما بنشوف على الهضبة كاشف على طول على لاعبين تيم الجي 3 تمبر بيحاول ايضا يقتص من اي اقصاء اي نقطة كل ياخذها من الكمباوند المتواجد امامنا. ايضا تيم الكونكر مدرك تماما ده خطوط الموقف هون عم ياخذ زاوية. بيودن بيحصل الاول ممكن الثاني. سبراي موجودة بالاسكار. إيه الله عليك عم يطلع بالثاني لكن كانتي هو اللي بيحصل الاقصاء على لاعبين تيم الجي 3 بحكم انه يوزع يوزع فعليا من زاويته هون يوزع حصل كل يوزع من الجبل حصل كل. نايس عليك يا حباب هو وسي ار 7 طبعا مثل ما بنشوف الموجودين من لاعبين تيم الار 8. بتمنى نشوف حضور كامل من لاعبين تيم الريكو انفينيتي اي سبورتس. عم نشوف حاليا هون لاعبين تيم الكونكر على الاطراف على 90 مينتس الدقيقه 90 بيحاولوا يتقدموا باتجاه الجبل باتجاه الجسر ويطعوا باتجاه الجبل لكن هذا الموضوع ما راح يكون بسهوله مثل ما بنشوف الضغط كثير عالي حاليا. الكمباوند ريفايفات تمت من لاعبين تيم الباور. فانكيد مثل ما بنشوف عزيز كانتي وعثمان على الاطراف بيحاولوا يعملوا هولد بين فريقين اثنين عاملين عليهم ساندويتش فعليا. دقيقة 90 مثل ما عم نشوف نحن مراد وزكريا هن المتواجدين على الاطراف طبعا لاعبين تيم ال1 مليون سابقا حاليا عم بيلعبوا باسم مختلف تماما لاعبين تيم ال19 مينتس. عم نشوف حاليا في جي فيرتشوال جيمنجز عم بيحاولوا يعملوا بوش ابطال افريقيا التقدم للامام. عم بيحصلوا هن رولكس فعليا نوك داون خارج الزون. عم نشوف نحن الدامي داخل الزون خارج الزون عم بيكون هو فيجورس. فيجورس عم بيحاول ياخذ الفايت. زوس في اصابات موجود عليه لكن هل هي كافيه فعليا للاطاحه باكثر من لاعب من المتواجدين امامهم؟ فيرتشوال جيمنج زوس بزاويه عامل هولد بالطرف الثاني. هل انت مدرك يا فيجورس انه في لاعب ثاني اللي هو البيتروكس على الزاويه الثانيه ماخذ زاويه؟ فيجورس بيطلع بالسياره بيقول لك خلاص انا بدي اطلع من المكان بدي احاول احصل انا بوزيشن مع زميلي المتبقي داخل الزون. هل هذا الشيء ممكن؟ تيم الباور في اقصاء حصل فعليا تيم الباور على ما اعتقد. يب في نقطة تحصلت من تيم الباور نقطة ثانية ايضا عم بتكون. فانكيد عم بتقدم للامام بيحاول يضغط على الدقيقة 90 متبقي لاعب واحد من الدقيقة 90. انت الدقيقة 90 بقيت يا زكريا هل راح تتمكن من الدخول باتجاه الزون؟ هل راح تحصل بوزيشن داخل الزون ولا لا؟ اللي بيطرح نفسه والزون مثل ما عم نشوف جدا صعب جدا صعب. 4KT على الاطراف في جنبه نوك داون جنبه في نوك داون. يا شباب السبكتيت خالص خربان بالمحاكي بالمره.
إيغور سنوك داون طبعا هو من من تيم التويستد يلي حاول يوصل باتجاه زميله، لكن على طول كان بلازا بالمكان السليم لحتى يحصل نقطة إضافية لفريقه، وهي النقطة ممكن تفرق معه بشكل كتير كبير بالبطولة. عم نشوف حاليا هون بي جي اس فيرتشوال جيمينج زوس سبراي كتير حلو، عم بيحصل إصابات على لاعبين تيم الكونكرر، لكن الكونكرر غالاغا موجود على الجبل هو وجروز عم بيحاولوا يأمنوا التغطية، عم بيتقدموا باتجاه لاعبين تيم الزيرو وان اي سبورت، تبديل عن طريق مقاعد السيارة حلوة كتير كانت، اي كيو بلاي موجود هون، لكن كيف رح يكون الترتيب مع موها؟ موها يا موها من الزيرو وان عم بيتقدم بيحاول يحصل الجرنيد، ريفا بياخذ زاوية كتير ممتازة، ريفا يا ريفا انت كاشف على موها، موها ما عنده كفر، لكن هل في مكان هل في مجال انك تعمل سبوتنج على اللاعب موها المتواجد على الطرف؟ مثل ما عم نشوف عم بيحاول ياخذ بيك سبراي موجوده بين موها وبين ريفا، ريفا اللي بيطلع بالنوك داون، ريفا اللي بيحصل النوك داون، وحلوه كثير عم بتكون منه، حلوه كثير عم بتكون منه. المتبقي حاليا كالاغا واللاعب ريو من لاعبين تيم الكونكرر، عم بيحاولوا يضغطوا اكثر واكثر، سيف مثل ما عم نشوف هون عم بيحاول يتقدم، بيحاول يحصل الريفايف، يحصل الكفر لزميله، وعم نشوف نحن هون على الاطراف البوش موجود لازم من ريفا، انا بدي اتابع ريفا يا اخي تحركات كتير حلوه، لكن الزون ضربنا عينه على طول نزل بالارض داون. مثل ما بشوف كالاغا هو متبقي هون كراس حربه عم يتقدم بيحاول يخنق على لاعبين تيم الزيرو وان اي سبورت، يمنعهم فعليا من عمليات الريفايف، لكن مثل ما بنشوف موها تم الريفايف عليه على الاطراف، عم نشوف اومبرا، عم نشوف اكثر من فريق عم بيحاول ياخذ الفايتات، عم بيحاولوا ياخذوا الفايتات على الاطراف، ومثل ما بنشوف هون على طول البوش موجود، كالاغا بيحصل نوك داون، جروزا موجود ايضا بالتغطيه، محاوله الريفايف داخل السموك والسبراي بتنهي الموضوع من لاعبين تيم الزيرو وان اي سبورتس. موها ابدع فعليا بهذا الفايت مثل ما بنشوف، حصل اخر اقصاء، عم نشوف توزعت الكلات فعليا بين الكل ما عدا غيث ما حصل اقصاءات. شوف هون اللاعب اساف، اوكي اساف الاسم، حساف مثل ما بنشوف محصل اقصائين من الفريق، والضغط لازال مستمر على الاطراف، البوش باتجاه المنطقه الغربيه من روزوك، البوش لازال باتجاه المنطقه الغربيه من روزوك باتجاه لاعبين تيم نجمة جالاكسي يلعب يتحركوا مع الزون، ما عم بياخذوا فايتات، عم بياخذوا هن بوزيشن داخل الزون، بوزيشن ذهب عندهم حاليا، بوزيشن ذهب، والذهب بيليق بالذهب مثل ما بنشوف نجمة جالاكسي ببوزيشن جدا ممتاز، كاشفين على تيم الاومبرا اللي متواجد على الهاي جراوند، وتيم الاومبرا مثل ما بنشوف على الاطراف تماما، رح يضطر يطلع خارج المدينه، رح يضطر يطلع خارج ابنيه المدينه تحديدا، ويكون متواجد بمنطقه اوبن لكل من لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج، ان كان لاعبين تيم نجمة جالاكسي يلي عم يستقبلوا حاليا، نجمة جالاكسي عم يستقبلوا حاليا ضيوف، والضيوف يا لاعبين تيم اوريدو ثاندرز مثل ما بنشوف بيحل عليهم كرم الضيافة من لاعبين تيم النجمة جالاكسي، أمطار من الرصاصة بتكون، فريك موجود في زاوية كتير ممتازة، الله عليك يا فريك، سبراي حلوة عم بيتحصل على دامي عم يحاول يتقدم، لكن فريك موجود بالمرصاد، زاوية كتير ممتازة، مسكر الفلانك بشكل ممتاز، مسكر الفلانك بشكل جدا أسطوري صراحة. لاعبين تيم الفور كي تي أدرك فعليا بلازا أنه ما عنده مجال غير يدخل باتجاه الماء، يتقدم باتجاه الماء، هون تقدم من لاعبين تيم الأومبرا، أنت بالأوبن يا حباب ما عندك غير الكفر اللي قدامك هو صخرة وشجرة واحدة ورؤوف وقراءة الزون، الله عليك يا رؤوف موجود بقراءة زون جدا ممتازة، بيكون السبام منه بالميني 14، أسطورة الميني 14 رؤوف، عم بيتقدم لازال الأمام باتجاه لاعبين تيم الأومبرا، هل في مجال لتحصيل الضغط؟ هل في مجال لتحصيل الإقصاءات؟ أومبرا باتجاه الماء مكشوف يا حباب من إصبع رجله فعليا، بيحصل الإصابات رؤوف على طول، وبيحصل إصابات على لاعب بي آر زد من تيم الأومبرا يلي متواجدين حاليا بموقف لا يحسدون عليه صراحة. لاعبين تيم الاومبرا حصلوا بوزيشن جيد نسبيا مع لاعبين تيم الفالكون، اذا بدنا نحكي عفوا مع لاعبين تيم نجمة جالاكسي، اذا بدنا نقول نسبة لبوزيشن نجمة جالاكسي، لكن السؤال بيطرح نفسه فيرتشوال جيمنج كيف راح يتصرف عن الموضوع؟ زيرو وان موجودين اثنيناتهم داخل الماء، ايضا عم بيلعبوا على السرفايفبيلتي بالنسبة لهم، بينما على الاطراف مثل ما عم نشوف نحن معظم الفرق موجودة بوضع سيء صراحة. نشوف مباشرة على الخريطة ان كان عم نشوف نحن عندنا بالدرون فيو توزع الفرق، استفادة كتير كبيرة عم بتكون من لاعبين تيم النجمة جالاكسي البوزيشن اللي متواجدين فيه، بينما هون وان شوت من تيم الفيرتشوال جيمنج بزاوية كتير ممتازة، مسكر ايضا الخناق على اللاعب المتواجد من تيم الباور اللي بيتم اقصائه ايضا على الطرف، فانكيد على طول
بيطلع خارج المنافسة، بينما هون زكريا لازال سيرفايفل بلاي بالمي على الهضبة بالأراضي المفتوحة بالأراضي المسكرة ما بتفرق بالنسبة له، المهم يبقى على قيد الحياة. نروح مباشرة نتابع مع لاعبين تيم النجمة جالاكسي، 6 اقصاءات متواجدة معاهم. رؤوف طالع اجريسيف بلاي، لازال رؤوف باجريسيف ستايل مثل ما شفناه بالبي ام بي ال. ارابي عم يتقدم حاليا هو وفريك اثنيناتهم باتجاه لاعبين تيم الاومبرا، عم بيحاولوا يضغطوا عليهم النوك داون، بيضمن لهم تثبيت احد اللاعبين بمكانه، ورؤوف عم بيتقدم باتجاه لاعبين تيم الاومبرا عشان يحصل الجرنيد. هل في مجال لاقصاءات عن طريق الجرنيد يا رؤوف، ولا كيف رح تكون الترتيبه بالنسبه لك؟ انت مدرك تماما انك داخل الزون، مدرك تماما انه ما في داعي تعمل بوش، لكن مع هالشيء مثل ما عم نشوف اجريسيف بلاي موجود منه، عم بيحاول يتقدم الامام بالجرنيد. رؤوف بيرمي الجرنيد باتجاه اللاعب فايبس، فايبس يا فايبس انت خارج الكفر يا حباب، الضرر موجود لكن غير كافي للاقصاء وغير كافي للنوك داون. حاليا لاعبين تيم الاومبرا ممكن يتحول الوضع بالنسبه لهم لمأساة كثير كبيره اكثر من هيك مع لاعبين تيم النجمه جالاكسي اللي مسيطرين بكل جداره صراحه على الزون على الاطراف، متبقي سولو بسولو مثل ما بنشوف زكريا من تيم ال 19th minutes وال4KT السلايم 4KT متواجد منهم 77 بلازا على الاطراف، عم بيحاول يلعب عم بيحاول ياخذ بوزيشن. اقصاؤه لزكريا فعلا اصابات موجوده منه، اقصاؤه لزكريا بتعني بليسمنت بوينت جدا ممتازه فعلا، توب 3 عم بتكون مورتيزا هو اللي بيحصل النوك، هو اللي بيحصل الاقصاء فعليا. وعلى طول هيكسي، الله عليك الله عليك يا هيكسي، واللعب الجرنيد حصل فعليا الاقصاء. وهون قدامنا فيس تو فيس راح تكون نجمة جالاكسي فريك رؤوف وهيكسي مع وين الرابع؟ والرابع يا شباب حمودي، خسروا حمودي. اوكي حمودي تم اقصاءه مثل ما بنشوف 3-3 هون، لكن افضلية البوزيشن واضحة وصريحة مع لاعبين تيم نجمة جالاكسي، واضحة وصريحة مع نجمة جالاكسي. فريك برأس الحربة، رؤوف بالسنتر عم ياخذ هو الكفر، بينما هون عم نشوف نحن هيكسي عم بتقدم باتجاه الشوط، ممكن احصل زاوية ايضا قاسية كتير على لاعبين تيم الاومبرا. هيكسي يا هيكسي تابع هيكسي بتقدم، هيكسي سوبر اي كتير حلوة، بيطلع بمورتيزا بالطرف الثاني، في عندنا فريك بيحصل النوك داون ايضا. المتبقي هو الفايبس، يا الفايبس من تيم الاومبرا خارج الزون حاليا، والزون الك المتا وجي جي والبليت وينر وينر تشيكن دينر نجمة جالاكسي. اسود الرافدين بيطلعوا بتشيكن دينر باقصاءات كتير حلوه، 9 كيلز عم بتكون بمكانها، 9 كيلز يا حباب مع تيم الاومبرا بالمركز الثاني اللي طلع ايضا بجيم كتير حلو، بلش معانا من سكول واقصاءات على لاعبين تيم نصر اي سبورتس وطلعوا معانا بسبع اقصاءات حلوه 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 حلوه. البدايه عم بتكون صراحه حلوة، البداية عم تكون صراحة كتير جميلة مثل ما بنشوف نحن اللاعبين تيم ال 4KT طالعين أيضا بخمس إقصاءات 90th minutes الفورث بليس مع إقصاء واحد، وتيم الفيرتشوال جيمينج طالعين بأربع إقصاءات على المركز الخامس. عم نشوف ترتيب معانا 01 eSports بخمس إقصاءات بالمركز السابع، الباور بخمس إقصاءات بالمركز السادس، وهي ترتيب باقي المجموعة. جي 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 والبلاي. تذكير مرة تانية شباب، تذكير مرة تانية، هذا كان أول جولة من أصل أربع جولات، أول جولة من أصل أربع جولات متواجدين معانا ميرامار، لسه الجولة الثانية أو الخريطة الثانية رح تكون بالنسبة لنا، رح نشوف كيف الترتيب رح يكون معاها. طبعا على السريع منشوف هيكسي هو الجوينج أول أوت، بحصل أربع إقصاءات مثل ما عم نشوف، الهايست فراجز على ما أعتقد بلاعب واحد كان المفروض تكون 612 دمج متواجد معاه. سيرفايفل تايم كان من اللاعب موها، قالوا الرقم اللي محصله هو من راحيد السيرفايفل تايم، البيست كومبانيون بالاسيستات بالريفايفات اللي تمت لفريقه. فمثل ما عم نشوف هاي كانت نهاية الجولة الأولى، رح ناخذ استراحة بسيطة بنعمل بي رايت باك وبنرجع لكم إن شاء الله علشان نحن نتابع باقي الجولات وخاصة الجولة الثانية اللي هي خريطة ميرامار محببة ومفضلة بالنسبة لي، نشوف كيف رح تكون. Right back.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد. أهلا وسهلا بكم. مثل ما عم نشوف حاطين نحن على فريق من نجمة جالاكسي اللي طلعوا بالتشيكن دينر الأولى. ما شاء الله كان الشباب جوعانين. الشباب جوعانين على طول، بلشوا لك يا تشيكن دينر على طول، ما عم مزح الشباب، بلشوا تشيكن دينر على طول بالأولها. والبلاي ديلون طبعا عرفوا يستغلوا الزون صح، عرفوا يتمركزوا بشكل صحيح، مستبقين الحركة بشكل كتير كتير جميل صراحة. وهي شغلة دائما نحن بنسعى لحتى نشوفها بالبوزيشنينج تاعت الفرق. وبعد ما بشوف الاريت، انا صراحة كنت حابب اشوف الاريت كلهم موجودين، بعرف ليش مو ملتزمين الشباب كلياتهم بالتوقيت، ف ما عندي فكرة صراحة. كنت حابب انه الفرق كلياتها تكون موجودة. طيب شوف قدافي هون، قدافي نازل مع تيم الفيرتشوال جيمنج. شو الترتيبه والله يا شباب، يعني انا مشتاق كثير اشوف التحضير تبع الار 8. بقول لي تفرجت على الدوري السعودي، الدوري السعودي مختلف. اوكي روب. اوكي اعتقد في مشكله بالبينج عند البعض، ماني متاكد 100% من الموضوع، لكن اعتقد في عندهم مشكله الشباب بالبينج، وهي وقفوا الماتش مشان يزبطوها. يلا بركي لاريت فوتو داخل البرستيج داخل سي ار 7. بس اوكي بلشوا الجيم، ما بعرف شو عم بيصير صراحه. اول مره بشتغل مع المنظمين، بس يعني رفقاتي بطاقم التنظيم تاعهم فعزمونا انه نضبط لهم هيك، نضبط لهم الستريم ونطلع نعلق. وفي زمان انا مالي بعلق، عم نعمل جو مع الشباب. الشباب الموجودين بالشات ما تنسوا الشباب تشيروا الرابط عنكم، اذا في اشكالات بس اكتبوا لي، ابعتوا لي على السوشيال ميديا صراحه، لاني ما بس نشوف شو الترتيبه. طيب باعتبار الله بلش الجيم ان شاء الله، يعني ما يرجعوا يوصلوا لنا اياها للجيم. شوف اذا فاتوا الشباب قريت الساتو اثنين بس موجودين، يعني ما بعرف، ما تعودنا هيك شباب، تعودنا احسن من هيك، تعودنا احسن من هيك، يعني خلص مسجلين، التزموا اللاعبين كلياتهم، يعطوا المنافسه حقها، لان هي اعتقد البطوله الوحيده اللي صايره تحضيريه للميدل ايست افريكا. يعني 90-99% من الفرق اللي مشاركه معنا هي مشاركه بالميدل ايست افريكا، اعتقد حتى 100% من اللاعبين عم بيجوا، في لاعبين عم بيدخلوا. يعني ما بعرف شو الترتيبه منا. اول شغله مشان نشوف نحن كيف نزلات الفريق، هنا مشان نشوف ستايل الفريق كيف راح يلعب مع هيك فرق. تحديدا نصر اي سبورت هلا تعلمنا شغله كثير مهمه، انه اذا نزلوا سكول مره ثانيه مع تيم الامبرا احتمال تكون ورطه كثير كبيره بالنسبه لهم باول الجيم. سو They should change that, you know. أحكي مع المنظم إن شاء الله إنه الستريمات اللي جاي تكون على صفحة عربية ممكن. هلا حقهم إنه يكون الستريم على صفحته، بس يعني أحلى إذا بشوفها على صفحة من صفحات الفرق كذا، هيك ممكن يعملوا إكسبوجر أكتر للبطولة. لكن والله يعني نايس عليهم، يعني طاقم اوروبي كل شغلهم باوروبا، باركين عم بيساووا ايفنت عربيه، ف كثير حلو كثير حلو. anyway شباب، طياره مسار مثل ما عم نشوف من اقصى المنطقه الشماليه من لكبروريا باتجاه المنطقه الجنوبيه من لوس ليونس. مسار الطائره معدي مثل ما عم نشوف بين تشوماسيرا ولوس ليونس، عاطي افضليه للمناطق اللي بتنزل، الفرق اللي بتنزل بالمنطقه الغربيه. واقصى المنطقه الغربيه مثل ما بنعرف نحن تيم نجمة جالاكسي بينزل على طول بالبوزو. البوزو منطقته المفضله ار 8، سابقا كانوا ينزلوا كثير بمونتي نويفو، حاليا عم نشوف نحن لاعبين تيم التويستد نازلين بمونتي نويفو محيطه.
بينما تيم الأومبرا بيحاول يستهدف بيكادو، مثل ما بنعرف نحن تيم الأومبرا بينزل بالسنتر، بينزل بمناطق متنازع عليها، بمناطق في فايت عليها. أنا حاسس هون في فايت، أنا حاسس هون في فايت. آه والله في لاعبين من تيم ال جي 3 تيمبرز، مثل ما جي 3 تيمبرز نازلين ثلاثة، بينما لاعبين تيم الار 8 نازلين حاليا باتجاه سان مارتن، نازلين باتجاه منطقة سان مارتن. انتشار عم بيكون واسع باتجاه المناطق الجنوبيه، مثل ما بنشوف نحن باتجاه لوس ليونس في عندنا كثافه عدديه كتير كبيره، فريق 2 3 4 فرق متواجدين بالمنطقه، 4 الوان مثل ما بنشوف قدامنا. كل من لاعبين تيم اوريدو ثاندر، لاعبين تيم 01 اي سبورتس، ولاعبين تيم نصر اي سبورتس. حسن هو الوحيد من نصر اي سبورتس صراحه المتواجد بالمنطقه الشرقيه من لوس ليونس، بينما باقي اعضاء اللاعبين متواجدين بالمنطقه الشماليه. As we see teams are dropping contesting places and stuff. برونا في الأجنوبي، خلونا كلمتين أجنوبي ثقافين. مثل ما بتابع هلا فيتي بالباور فيس تو فيس مع الفالكون. الله عليك يا سبراي فان كيد، بيطلع بالفيكتور بيحصل من زاوية كتير ممتازة بنوك فينش على طول أحد لاعبين تيم الفالكونز. فالكونز يا فالكونز فيس تو فيس، أحمد دمار راح يكونوا مع لاعبين تيم الباور. مثل ما بنشوف عثمان والفان كيد، يلا يا دمار، يلا يا دمار يا مدمرهم. نشوف كيف راح يتصرف دمار هون فيس تو فيس. كانتي بطرف، فانكيد بطرف تاني، بينما عم نشوف احنا عثمان هون بطرف تاني. فانكيد بوزيشنه صراحه كتير لئيم، راح يكون كتير 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 قاسي على لاعبين تيم الفالكونز. معلش هي كلمه لئيم نحن حلبيه عندنا اياها، اللي بتعني انه هي قاسيه على الخصم. عم نشوف هون لاعبين تيم الباور عم بتقدموا للامام. كانتي يا كانتي، تومي جان مسافه متوسطه، تومي جان ومايكرو اوزي على ما اعتقد معاه، اعتقد معه مايكرو اوزي ايضا. يب مايكرو اوزي وتومي جان، اثنين اس ام جي، اثنين على كروس كورنرز. طبعا مثل ما بنشوف نيفر هون مو متواجد مع الفريق، متواجد هو بي الووتر تريتمنت، بعيد شوي عن لاعبين اعضاء الفريق او زملائه، بعيدا عن لاعبين تيم بقيه اعضاء تيم الفالكونز. نشوف هون عثمان معاه شوت جان، معاه مايكرو اوزي بيحاول ياخذ السطح. لا زالت فعليا البرود هو الثيم الاكبر هون. جودزيلا هاد، اوكي جودزيلا عم برقد ورق يا معلم، يا معلم نسيان الجودزيلا تبعك تحت، ليكو طلع لعنده. عم نشوف هون عثمان والجودزيلا تبعه طالعين للسطح على طول، عم يحاولوا ياخذوا فيس تو فيس مع لاعبين تيم الفالكونز. الفالكونز في جرنيت باتجاههم، كانتي لا زال متواجد بزاويه كثير قاسيه في مالتوف. اذا تحصل نوك داون، اذا تحصل نوك داون ثاني لاعبين تيم الفالكونز، راح يكون في هارد بوش اكيد من لاعبين تيم الباور. واضح النيه واضحه وصريحه صراحه من لاعبين تيم الباور، عم بيلعبوا باور ستايل، بلعبوا بأجريسيف ستايل. عم نشوف نحن البوش وهزام موجود بزاوية كتير قاسية أيضا من لاعب فان كيد، بيحاول ياخذ زاوية، بينما اللاعب كانتي هون بيحاول يتقدم، بيحاول يلعب على الجدار. ما بتحصل معنا فان كيد، فان كيد ما راح يتحصل معنا من هالزاوية. anyway كانتي نتابع معه، نتابع مع اللاعب كانتي على الأطراف، هل في بوش، هل في مجال للتقدم باتجاه لاعبين تيم الفالكونز؟ وريميك على طول بيكون ميك ميك تم موزا الريميك هذا. ليش الريميك؟ فريقين طلبوا ريهوست، في فريقين two teams asked for rehost so there is a rehost. فريقين طلبوا ريهوست فصار في ريهوست. ناطرين حاليا، ناطرين حاليا، تأخروا كتير كتير.
نستنى. عم نستنى مثلنا مثل كون يا شباب. استنى مثل ترتيبه. انا برايي بتشات عيت البشرفين بشوف شو ترتيبه. في فرقه انطردت من اللعبه، انطردت من الجوله وطلب ريهوس سريع. هاي فرصه كمان للرايت لحتى يدخلوا اربعه، دخل يوزع، دخل برستيج، دخل كريستيانو، ناطرين لسه لاعب. الفالكونكس كمان هلا بيدخلوا. اعتقد راح يصير ريميك مرة تانية. يب يب راح يصير في ريميك. في لاعب راندوم داخل مع فريق يا حدا من الفرق عم يسرب ال يا شباب بلشت الجولة للمرة مدري شقد بلشنا سوية تاني الجولة الثانية اللي هي خريطة الميرا. مثل ما عم بشوف مسار الطيارة طلع أضرب من مسار الطيارة اللي قبله. مسار الطيارة جدا قاسي صراحة على الفرق. مثل ما بشوف من لوس هيوس باتجاه شرق منطقة الأزهر، هذا الشيء راح يسبب ورطة كتير كبيرة خاصة بالفرق اللي راح تروح باتجاه البوزو. قصر الفرق رايحة باتجاه البوز. مثل ما شوف كثافة عددية لازالت موجودة بلوس ليونس. جي 3 متواجدين، موجود معاهم اوريدو ثاندرز، موجودين ايضا تيم الانترودرز. بينما عم نشوف لاعبين تيم نصر اي سبورت متواجدين على الاطر. ايضا عم نشوف احنا تيم الفالكونجز اللي نازلين اثنين فقط من الفريق داخلين معاهم باتجاه المنطقة الشمالية تويستد ماينز باتجاه الووتر تريتمنت. عم نشوف احنا لاعبين تيم الار 8 موجودين معنا ايضا بكثافة منيحة هالمرة. داخلين بعدد طيب، ثلاث لاعبين ان شاء الله بنشوف الاربعة بيدخلوا معنا بالجولة. بتطلع بشوف هون في اقصاء سريع بيكون من تيم الباور من فانكيد على ما اعتقد. فانكيد يب اللي حصل هو الاقصاء على طول على احد لاعبين تيم
ال virtual gaming الموجود متوجه على الاطراف. فهون في شيء جدا حساس بالنسبه لنا يعني بالسكرم هذا تحديدا بالتورنمنت هاي بالتشامبيونشيب هاي اللي عم نشوفها احنا قدامنا اللي انا متاكد 100% يعني راح يعملوها الفرق كلياتهم معاملة انه هاي تدريب بالنسبه لهم, هاي تدريب بالنسبه للفرق. نشوفوا كيف اليه لعب الريجن الثاني. ما اعتقد الكل يكشف كل وراءه, لكن اعتقد راح يحاولوا انه مثلا الدروب كان المزدوج بين نصر اي سبورتس ولاعبين تيم اومبرا, هذا الشيء تم كشف عنه يعني. فهي شغله جدا ممتازه بالنسبه لهم انه تم التعويض او تم تحصيل المعلومات هاي بالنسبه لهم. طبعا هون على ما اعتقد في واحد راح يتم تفنيشه بين تيم الجي الجي 3 اللي هو هذا جي اس, هذا امبوستر مثل ما نشوف. وي هاف ان امبوستر ان ذا جيم, ذس از ذا امبوستر اوف ذا جيم, سو هوبفلي ذي نيد هيم. شوف اذا راح يحصلوا ملتوف او راح يحصلوا جرنيد يفجروا, نبدها صراحه ممكن يدفعوا الثمن غالي كمان بالمقابل يعني نوك داون بنوك داون بين الطرفين, او يستنوا لبين ما يلوت له شوي بعدين كان شو ياخذوا صدوا لوتو. راح نشوف شو الترتيبه. يلا شباب بننتقل باتجاه لاعبين تيم انترودرز. بشوف رؤوف عجبني ستايل الانترودرز بشغله, عجبني الاجريسيف بلاي تاون, عجبني فكره اللعب العنيف تاون صراحه يعني. ان كان عم نشوف نحن من وايس او ان كان عم نشوف نحن من رؤوف, اداء كتير ممتاز صراحه منهم, اداء كتير ممتاز بالنسبه لنا. صار في عندنا اثنين رؤوفين بالبطوله, نجمة جالاكسي وانترودرز عندهم رؤوف, هون رؤوف هون رؤوف. كلياتنا بنعرف كلياتنا بنعرف يا رؤوف رؤوف يا رؤوف بيحصل حسن هون مثل ما عم نشوف. رؤوف سربرايز عم بتكون للاعب المتواجد من نصر اي سبورتس. انا ما بعرف شو عم بيسوي نصر اي سبورتس صراحه, انا ما بفهم نصر اي سبورتس, معلش انا بدون عقد عقلي. طيب نصر اي سبورتس شو عم بيسوي بخريطه الميرامار؟ كل واحد بينه وبين الثاني بالفريق على ما يقارب 600 متر يا شباب, تقريبا 600 متر, عدوا المربعات, في تقريبا كيلومتر بينه وبين ميراكل. يعني شو الترتيب, شو المخطط تاعهم؟ طب مثل ما بنشوفون بطيخه, تعالوا نشوف بطيخه, بطيخه شو بده يساوي. بطيخه عم بتقدم, بطيخه يا بطيخه بيحاول يعمل بوش. اللعب مو كلاسيك يا شباب, اللعب مو كلاسيك, اللعب سيستم البطوله لازم تكونوا موجودين لحتى تكتشفوا اخطائكم, تعرفوا شو اذا كان هذا خطا عنكم, هذا الخطا بتصلح بين جوله وجوله, مو بين يوم ويومين وثلاثه, هذا لازم مباشره يتم تصليحه. مثل ما بتشوفوا هيمو هون عم بتقدم باتجاه طيور على طول, سبراي حلوه من بطيخه, بحصل اصابات لكن غير كافيه الاصابات للنوك داون. الانسحاب عم بيكون من هيمو باتجاه الكفر, بيحاول يحصل الكفر جرنيد مرمية من بطيخة, محاولة التقدم لسالت موجودة باتجاه اللاعب بطيخة, بطيخة رح يلعب على الجدار, ولا كيف رح تكون الترتيبة بالنسبة له؟ البوش متواجد بتنتين من الباقي, عمر بيحاول يطارد هيمو, عم يتقدم للمام, بيحصل زاوية كتير ممتازة, لكن مثل ما بشوف بطيخة بينفض بريشه هون, بيحاول يترجع للخلف, البطيخة ما ريش بعرف, اوكي بطيخة عم ترجع للخلف, بيحاول يتقدم زميله هون راجناروك مثل ما بنشوف, بيحاول يناور, لكن البوش موجود من رؤوف وعمر, اثنيناتهم بيحاولوا يعملوا بوش في درايف بايب ممكنة ولا كيف. بطيخة يا بطيخة بتلقب اصابات عن طريق رؤوف, لكن عمر ايضا بتلقى دمج كثير عالي من بطيخة, منورات لا زالت موجودة هون بين الطرفين, بطيخة بيحاول ينسحب للخلف, استفاد من فكرة تبديل السلاح او الريلود الموجود عند لاعبين تيم انترودرز, جرنيد برمية باتجاه اللاعب رؤوف راجناروك. يا راجناروك الله عليك, الزاوية جدا ممتازة بالنسبة له, راجناروك سبراي ضب, حصل كتير ضرر عالي على اللاعب عمر, الفينش موجود من عند بطيخة, عمر هون صار بحالة دفاعية أكثر من يكون بحالة هجومية, راجناروك قلب الموازين بشكل كتير كبير, قلب الموازين بشكل كتير كبير, وأوريدو ثاندرز على طول داخلين على الخط, داخلين على الخط, النوك داون تم عن طريق أوريدو ثاندر ريكس مثل ما بنشوف. الله عليك يا ريكس, الله عليك يا ريكس, حصل النوك داون, البوش حاليا باتجاه بين تيم الانترودرز مثل ما بنشوف باتجاه المبنى, بيحاول يضغط عنك علي, عندك قحط هون على الأطراف, نيد مالتوف بيحاولوا يحرقون للاعبين تيم الانترودرز, الانترودرز حصلوا نفسهم بموقف جدا سيء مثل ما عم يشوف الملتوب بالمكان السليم من علي, عم تحصل ضرر كثير عالي على اللاعب وايس, وايس عم بيعمل البوش, بينما هون هيمو بيتم الحرق بالملتوف والسبراي ايضا عن طريق اليو ام بي من لاعبين تيم الاوريدو ثاندرز. فعلا اوريدو ثاندرز اتقدموا بشكل سليم, طلعوا بالشكل الصح وحصلوا اقصاءات كثير ممتازه. ريكس يا ريكس الله عليك, الله عليك يا ريكس, 3 كل 3 كل, ولعها يا ريكس ولعها يا ريكس. نشوف لاعبين تيم الاوريدو ثاندر, انا حابب اشوف لاعبين تيم الاوريدو ثاندر صراحه. ريكس وقت اللي شفناه نحن كمان بالفريق عم بيعطي افكت كثير حلو, نشوف لاعب السبورت وقت اللي يكون مهم جدا صراحه, لاعب السبورت جدا مهم. حابب اشوف كيف رح تكون الترتيبه لقدام
وقت نشوف نحن الفريق بشكل كامل عم بيأدي. سموكر يا سموكر، الاي جي ال مثل ما شفنا نحن أدى وصدى فعليا بالببجي موبايل، على قد ما اكتشف في لاعبين صراحة وكشف مواهب وحط لنا اياهم على الساحات الاوفيشال تاعية البطولات. ننتقل على طول باتجاه لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج اللي عم نشوفهم هون حاليا، لازالوا بفايتون مع لاعبين تيم الباور. فانكيد يا الفانكيد مكشوف بشكل كتير كبير، بتلقى اصابات، لكن مثل ما عم نشوف هون قدافي بيحاول يعمل بوش للامام. يلا يا قدافي عندك انت الزاويه، اذا صار في بوش من الطرفين ممكن يتحصل، لكن مثل ما عم نشوف هون وان شوت هو داون. فانكيد بزاويه كتير ممتازه ممكن يعمل بوش اكثر على لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج. عم نشوف هون فيس تو فيس بينه وبين قدافي، لكن هل هي كافيه؟ عزيزي عزيز ما في مجال للمساعده بزاويته نهائيا للاعب فانكيد، الا اذا فانكيد طرد لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج باتجاه زاويه ثانيه. عم نشوف هون بيتروكس كلوز كورنر، راح تكون فيس تو فيس يو ام بي ضد يو ام بي. سبراي كثير حلوه، بيك ابو عبدكم من فانكيد، بيحصل فعليا النوك داون الاول، سبراي على الثاني، ممكن النوك داون الضرر كتير عالي. عم نشوف يعني هون من اللاعب قدافي خلاص راح يتحصل الفينش ولا كيف؟ محاولة الهيل، محاولة اخذ الفيرست ايد، المجازفة عم بتكون من اللاعب قدافي. سبراي والبلايند فاير بالتومي جان بيطلع بالنوك داون، محاولة الفينش عم بتكون من قدافي، عم بيحاول يفنش. وينك يا عزيز؟ عزيز تأخرت يا عزيز، عزيز تأخرت يا عزيز. البوش لازم يتم باتجاه الريفايف، تحاول تاخذ فيك على الريفايف، حاول تاخذ فيك على الريفايف، الفينش موجود على طول. عم نشوف هون التقدم موجود من قدافي، عم بيحاول ياخذ زاوية مرئية، لكن هون عم بيلعب على الوقت، بده الفينش، بده يتحصل وصل الفينش على فانكيد، لكن هل في مجال للريفايف؟ قدافي هون عم بيتقدم، بيحاول ياخذ البوش، الله على كذا دروب شوت موجوده، والقدافي بيطلع بالاقصاء. شو عم تعمل يا حباب؟ عم بتلوت، ارقد باتجاه ون شوت، ارقد باتجاه ون شوت، عم بتلوت ليه؟ ما لازم يسحب ون شوت كان. يلا جي 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 يا الفيرتشوال جيمنج، جي جي يا الفيرتشوال جيمنج. طلعوا باقصاءات كثير حلوه مثل ما بنشوف، فايت كثير كان ممتاز بالنسبه لهم، كثافه العدديه كانت موجودة معاهم، لكن صراحة فانكيد لعب كتير حلو. عزيز بدك شغل شوي على الكوميونيكيشنز، على الريلوكيتنج والبوزيشننج تاعك يا حباب، لحتى نشوف نحن أداء أفضل من هيك للأمام. مثل ما عم نشوف نحن هون الميثس برولي، يا برولي متواجد مع فاروق، الشباب متواجد معاهم، إقصاء مثل ما بنشوف لكن عليه هون إقصائين عن طريق لاعبين تيم الفور كي تي، الفور كي تي زوس والشباب متقدمين للأمام، بيحاولوا يعملوا بوش باتجاه لاعبين تيم الميث. هل في مجال للضغط؟ هل في مجال للتقدم؟ هل في مجال للضغط والتقدم على الهاي جراوند؟ مثل ما بنشوفها بيلعب من على الشارع اللاعب بلازا، بلازا يا بلازا، الله عليك الله عليك، ان شاء الله ما بنعطيك عيني يا حباب، لاني صراحه بوزيشنينج كثير الجيم سنس عنده عالي، كثير الجيم سنس عنده عالي، حصل بوزيشن صعب جدا على اللاعبين تيم المث. وهون عم نشوف نحن البوش فيس تو فيس، راح يكون واحد على ثلاثه. هل في مجال يتخذ الفايت يا حباب؟ لا، على طول موجود البوش وعلى طول موجود الاقصاء من بلازا 4 كي تي والبلايد والبلايد. الشوط اللي قطعه تيم سلايم 4 كي تي شوط كثير طويل من بي ام سي او افريكا، مثل ما شفنا لمشاركتهم ببي ام بي ال المينا بالسيزون الماضي، بالسنة الماضية، من أداء صراحة كان جدا متدهور بالبرو ليجز، بعدين شفناهم بهي السنة عم بيأدوا أداء جدا ممتاز بافتتاحية البرو ليج تاعت أفريكا، أيضا عم نشوف أنهم ارتقاء بالمستوى، ارتقاء بالأداء، وهذا الشيء صراحة بيسعدني أني أشوف أنا دائما التطور اللي عم بيصير معنا بالريجن. التزامك أيضا، هذا الكلام موجود للاعبين، التزامكم بهيك إيفنتات أيضا بضمن لكم تدريب خاص، بضمن لكم فعليا الجو نفسه، جو الحماس تاع البطوله للاعبين، وايضا عشان نحن نعيش هذا الجو معاكم يا شباب. مثل ما عم تشوفون تحركات موجوده من الزيرو 1 اي سبورتس بغرب منطقه لسليونس الشرق الزون، بيحاولوا ياخذوا بوزيشن بي، بالنسبه لهم بيحاولوا يحصلوا بوزيشن جيد، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في مجال، هل في مجال للفريق، هل في مجال الفريق يطلع بشيء ايجابي؟ اوكي الريفوليوشن موجود عم بلعب تحت اسم مختلف يا شباب، تم سبونسر لتيم الريفوليوشن، عشان حطيت شوي تشات علشان اقرا معاكم واتابع معاكم الاستفسارات والاسئله اللي بتتم. بالنسبة لتيم الريفوليوشن، تيم الريفوليوشن فعليا عم بلعب تحت اسم اوريدو ثاندر، اللي عم بيشوف التيم هاد اوريدو ثاندر، ما تفكك التيم وانما سبونسرشيب، هي اسمها سبونسرشيب بشركة اوريدو، مثل ما بنعرف اوريدو اللي عملت بطولات، اشترت الفريق او الفريق عم بلعب تحت اسمه تحت البانر تاع، يعني صار في عقد بينهم وبين المنظمة، وهذا شيء دائما ايجابي بالنسبة للفرق.
واكيد لاعبين بيجيهم عروض وبيطلعوا من الفريق، ممكن وارد الموضوع، وارد الموضوع وهو بشكل كتير كبير صراحه انه يصير في عرض، خاصه للاعبين مميزين شفناهم نحن بالبرو ليج. يعني بعد نهايه البرو ليج العربي شيء طبيعي كان الحج يجي عروض، شيء طبيعي جدا انه يقبل من هالعروض. فلنشوف نحن كيف الترتيب اللي حتكون بالنسبه لاوريدو ثندر. ما بعرف اذا الحجي ساعته مكمل مع الفريق ولا لا، رح نشوف ونتابع معاكم. مثل ما عم نلاحظ هون على طول 0-1 سبري كثير حلوه عم بتحصل فيها نوك داون على ريو من تيم الكونكرر. كونكرر هون مثل ما بنشوف كالاك على الطرف الثاني بيحاول يحصل جرنيد، بيحاول ياخذ الفايت مع لاعبين تيم 0-1. الجرنيد بمكانه لكن الضرر غير كافي يا حباب، بسيط جدا طفيف جدا عم بيكون على عساف. عم بيحاول هون كالاك عم بيحاول يلعب لعب دفاعي بينما تقدم موجود من موها. يا موها انا عندي فضول اعرف موها شو بده يعمل من زاويته. جرنيد مرميه بيت الجلابي تيم 0-1 تحصل فيها فينش نايس عليك يا كالاجا، الله عليك يا اسطوره. عم بيحصل الجرنيد بالمكان السليم، النوك داون كان قريب جدا على لاعبين تيم 0-1. مثل ما بنشوف غيس عم بيحاول يغطي من طرف ريفا بينما تقدم موجود من كالاجا. فيس تو فيس راح تكون المناوره هون على طول. السبراي موجود من ريفا، حصل الزاويه منك يا غيس، يلا يا غيس شد الهمه شوي. مثل ما بنشوف هون موها فيس تو فيس مع كالاجا، كالاجا يا كالاجا راس حربه على الطرف بالفلانك موجود على موها بينما جروزا هون خلاص عمل الريفايف على ريو راح يتقدم باتجاه زميله بالمهور ريفا لساته عم يدور على غيث. غيث يا غيث على الطرف تماما، غيث حاليا بيحاول يرجع باتجاه البقي، ممكن ياخذ البقي يتقدم باتجاه زملائه لكن اذا عمل هذا الشيء راح يعطي للريفا اريحيه كثير كبيره بالتحركات. جرنيت لازالت موجوده باتجاه كل من عساف وكل من اللاعب غيث، الضرر بسيط جدا على اللاعب غيث بينما تقدم هون متواجد على طول باتجاه لاعب موها 0-1 اي سبورت بحاله حرجه جدا. ممكن يتم البوش، فعلا البوش موجود من كالاكا لكن موها بالمرصاد. غيث بينزل داون المناوره على كلوز كورنرز. موها يا موها هل في مجال لكن على طول على طول السبراي بمكانها وفعلا بتحصل الاقصاء عن طريق ريفا مثل ما شفنا يلي ايضا بينزل داون. يعني فلانك المتواجد فيه ريفا من تيم الكونكرر الزاويه اللي عنده اياها صراحه زاويه جدا قاسيه. تفرجوا معي تفرجوا معي شباب، معلش شوي السبكتيت خربان هون شوي انا عندي في المحاكي، لكن تفرجوا معي الزاويه من هون، هذا هيك عم بشوف، هذا من هون هيك عم بشوف، كاشف على لاعبين تيم 0-1 اي سبورت بشكل كامل، كاشف على لاعبين تيم 0-1 اي سبورت بشكل كامل، ما عطيهم كفر نهائيا، ما عطيهم امان نهائيا. ومثل ما بنشوف استفاد الموضوع، استفاد التيم من هذا الموضوع بشكل كتير كبير. يلا تحركات على طول، تحركات على طول راح تكون التحركات مثل ما عم نشوف باتجاه سنتر الزون. نروح لعند الار 8، نروح لعند الار 8، الار 8 يلا يا ريكو، ريكو انفينيتي اي سبورتس، نشوف الشباب كيف راح يلعبوا. مثل ما بنتابع هون الار 8 على اللو جراوند، الار 8 على اللو جراوند يوزع برستيج وكريستيانو متواجدين فيس تو فيس مع لاعبين تيم الجي 3 تمبر والامبوستر. خلاص هي ملزقلهم فيها، في معهم امبوستر يا حباب، في معهم امبوستر بالفريق فملزقلهم عليها. نشوف كيف الترتيب، نشوف كيف الوضع راح يكون بالنسبه لهم. نتابع الار 8، شوف هون هل في مجال، هل في مجال للار 8 ياخذ هذا الفايت؟ صعب جدا، يعني انت لو جراوند على كومباوند هاي جراوند اذا ما طلع اوت اوف كفر لاعب تيم الجي 3 تمبر رح يكون صعب جدا انه ياخذوا نوك داون على احد اللاعبين المتواجدين معنا. بينما هون على الاطراف نرجع على طول بيتي جال بيتي بالتويستد، لعبه تيم الريفايف، نجمه جالاكسي، نتابع شوي مع نجمه جالاكسي، عاملين حركه، عاملين اكشن النجمه جالاكسي، عاملين حركه وعاملين اكشن النجمه جالاكسي. رؤوف رؤوف والبقي رؤوف والبقي حكاية عشق لا تنتهي يا شباب. عطيه لرؤوف أسوأ سيارة في اللعبة ولا تعطيه بقي نهائي، ما تعطيه بقي نهائي لرؤوف. طبعا شوف رؤوف هون محاولة هيل، رؤوف هون محاولة الهيل، البانديجز موجودة بمكانها، محاولة التغطية موجودة بتكون من فريك على ما أعتقد بالميني 14، بالميني 14 الفريك عم بيحاول يغطي قدر الإمكان على رؤوف، متواجد رؤوف باللو جراوند. لكن السؤال بيطرح نفسه هل في مجال يعدي ياخذ البقي ينسحب من مكانه؟ فعلا هو عم نشوف نحن هون جول على طول بالسبام من فاير على اللاعب رؤوف، عم بينزل رؤوف نوك داون على الارض لكن تغطيه النجمه جالكسي غير كافيه. رؤوف عم بيوصل باتجاه الكفر، نشوف سويه هل في كفر عند رؤوف. رؤوف عم بيحاول يوصل باتجاه الكفر لكن وين الكفر يا حباب هون، وين الكفر يا حباب هون؟ عم بيحاول فعلا يوصل باتجاه الشجر، اذا وصل باتجاه الشجر راح يكون بمنطقه امن لكن فيجورس اخذ زاويه كثير ممتازه على اللاعب رؤوف، راح تكون صعبه جدا مهمه الريفايف هون. لازمك جدار دخاني، لازمك ايضا جدار جسدي امام اللاعب رؤوف، ممكن سياره ممكن بقي ولا كيف الترتيب. فريك على الطرف الثاني هو ايضا نوك داون، ما انتبهنا على الموضوع، ما انتبهنا على الكل فيد يا شباب. ايضا عم نشوف نحن كل من فريك ورؤوف اثنيناتهم نوك داون، لاعبين تيم التويستد بالستايل الاجريسيف اللي شايفينه من قبل. نحن حاليا عم يتقدموا باتجاه لاعبين تيم النجمه جالاكسي وبيطلعوا بيتنتين اقصاء فعليا. فريك لازال فعلا
في عدد الموتى مثل ما بنشوف هون وبيطلع اقصى على طول. جودي يا جودي مولع جودي مثل ما بنشوف هون. شوف يعني الاسماء تبعيتكم يعني ما بعرف يعني والله العظيم ما بعرف جدالكم والله ما بعرف جدالكم. جودي يا جودي هون على طول سبراي موجودة. رولكس عم ينزل داون انتبه مع حمودي انتبه من زاوية حمودي. حمودي يا حمودي بيس عليك عم يحصل النوك داون هون على الطرف الثاني. الار 8 بلشوا الفايت تاعهم ايضا على الاطراف. راح نتابع هون لازلنا مستمرين مع نجما جالاكسي. نجما جالاكسي وضع هجومي عم بيكون من لاعبين تيم التويستد. فيجوس بيحاول يتقدم باتجاه رولكس يحاول ياخذ الريفايف لكن وين رايح يا حباب وين رايح بالزحمه هون. سبراي موجوده اصابات كثير حلوه عم بتكون على فيجوس من اللاعب حمودي. هيكسي عم بيحاول يعمل هيل فعلا محاولات المناوره هون والفلانك باتجاه اللاعب فيجوس اللي حاول يتقدم للامام علشان ياخذ الريفايف على زميله علشان يحصل الريفايف على زميله. هل راح يتحول الموضوع لكلوز كورنرز فايت؟ فعلا حمودي هون عم يتقدم للامام. الملاتوف موجوده بمكانه عشان تحرم حمودي من اريحيه وسلاسه الحركه. نتابع هون على طول بين فيجوس وبين حمودي فيس تو فيس. سبراي كثير حلوه من حمودي بيطلع بالنوك داون محاوله الاقصاء محاوله الفينش. الفينش رح يتم فعلا في طرف ثالث داخل معنا ما ننسى نحن الدقيقه 90 90 مينتس. عم بيحاول يعمل بوش باتجاه المنطقه ايضا. الضغط لازال مستمر على اللاعب حمودي اللي عم بيحاول يعمل بوش للامام مكشوف بالاوبن كثير على اللاعبين تيم الار 8 اللي بيطلعوا بالاقصاء وبيطلعوا بالنوك داون فعليا. الار 8 من زاويتهم روح على طول عند كريستيانو نشوف من زاويتهم شو عم بيشوفوا الشباب من منظورهم يوزع نوك داون. فعلا لازال جي 3 تمبر مثل ما توقعت متواجدين بالهاي جراوند وهذا الشيء رح يضغط كثير على لاعبين تيم الار 8. نتابع مع الناجي الوحيد من لاعبين تيم النجمة جالاكسي. نجمة جالاكسي سول سرفايفر لكن في مجال للريفايف مثل ما بنشوف في مجال للريفايف. نعم محاكي يا زلمه محاكي مزعج يا رجل بالسبكتيت مو طبيعي مثل ما عم نشوف. ويستد في محاولة ريفايف ريفايف تم مره الريفايف ممكن يتب مرتين مثل ما عم نشوف هون. دامي يا دامي دامي يا دامي عم يتقدم. شوف هون جودي عم بيحاول يعمل بوش. هيكسي على الزاويه حمودي على الطرف. هيكسي هيكسي لعب السبورت حلو الرياكشن منك سمعان الجرنيد بتعمل على طول جمب اتجاه المبنى بتدخل على المبنى بيحاول ياخذ الدرج لكن تقدم من جودي راح يكون كلوز كورنرز فايت بينه وبين اللاعب هيكسي اللي عم يحاول يعمل بوش للامام. هيكسي متواجد بزاويه كفر هيكسي متواجد بزاويه كفر لكن هيكسي بيطلع من المبنى بيعمل جمب بياخذ شوت وبياخذ نوك داون على احد اللاعبين من تيم التويستد بينما هون حمودي عم بينسحب للخلف عم بيتراجع للخلف بيحاول ياخذ الفايت 1 في 2 راح تكون ما في مجال للباندجز مثل ما عم نشوف ما معه غير باندج ما معه غير بوسترز. البوش موجود من الدقيقه ادركوا تماما انه هي خلاص هذا الوقت البدل ضائع عندك فيه الجوله لازم تعمل بوش للامام. جودي بيطلع بالاقصاء جودي بيحصل النوك داون بتحصل الاقصاء فعليا على جودي من اللاعب حمودي لكن على طول مثل ما عم نشوف جاجا عم بيحاول يعمل بوش للامام. اقصى لاعبين تيم نجمة جالاكسي حاليا لاعبين تيم التوست دفعوا تمر كثير غالي. نروح مع برستيج وتشوف من زاويته كيف رح تكون ترتيبه مع لاعبين تيم الدقيقه 90 قريب بمكان الله لك يا برستيج. التيلري ريد زون على لاعبين تيم الدقيقه 90 90 مينتس هون بحاله حرجه جدا معاناه تكون عن طريق الكرنيدات المرميه من برستيج بينما بالطرف الثاني متواجدين الجي 3 تمبر ماخذين فايت على طول من لاعبين تيم الاوريدو تيم الاوريدو ثاندر. لكن هل في مجال للضغط اكثر واكثر؟ هل في مجال للتقدم اكثر من هيك بالنسبه للطرفين؟ حاليا عم نشوف نحن هون جبل يا جبل الفلانك كثير ممتاز من جبل اومبرا ايضا بيعاني على الاطراف مثل ما عم نشوف فوضى كثير كبيره صراحه بالخريطه فوضى كثير كبيره بالخريطه ما ملحق نبدل حتى بين اللاعبين ونشوف شو الترتيب. الار 8 بنسحب المكان بيقول لك انا رايح الزون تعال عندي حرفيا هي الحركه اللي عملها تيم الار 8 قال لهم انا بالزون اتفضلوا لعندي. اللي عم نشوفه نحن عم بيتفضلوا باتجاه الزون هن اللاعبين تيم الكونكرر. ريو يا ريو والله الامال كثير كبيره صراحه على لاعبين تيم الكونكرر صراحه كثير كثير كبيره. الفريق قدم اداء كثير حلو مثل ما عم نشوف نحن المنافسه كثير قويه كانت له بالبرو ليج حاليا عم بتقدموا باتجاه لاعبين تيم 3 جي 3 تمبر. فالان مثل ما بنشوف على الاطراف هون موجود الريو الامبوستر طبعا فالان بيكون الامبوستر بالفريق. تابع هون تقدم هل في مجال لجرنيد هل في مجال لملاتوف هل في مجال لضغط من كالاغا وكروزا وينو ريفا وينو ريفا ريفا فرجيني ريفا ريفا بوزيشنو ريفا بوزيشنو لسه ما لحقنا نوصل لعنده كان محصل دوك داون على احد لاعبين تيم جي 3 تمبر. مثل ما عم نشوف ضغط عم بيكون الضغط عم بيكون وبيحصل ممكن الفينش ضرر كثير عالي لكن الفينش ما بيتم. جرنيد عم بتكون من الريو عم بيطلع فيها بالنوك داون. المتبقي الاخير هو الامبوستر فعليا من الفريق بيحاول ينقذ سي مايند بينما تقدم من كروزا كلوز كورنرز فيس تو فيس راح يكون سبراي كثير حلو عم تتحصل وريو بتحصل عليه بتحصل منه الاقصاء فعليا والجي
3 تمبر بيتم اقصاؤه على طول. نروح لعند ريكسل، نروح للاعبين تيم اوريدو ثاندر متواجدين بالمنطقه الجنوبيه. الشباب بوزيشنون جدا ممتاز حاليا، المنطقه الجنوبيه ما عليهم ضغط، ما فيها ما فيها الضغط، ما فيها الاسترس نهائيا بالنسبه للاعبين تيم الاوريدو ثاندر. بينما على الاطراف هون لاعبين تيم الار 8 ما في مجال للحركه بين المباني، راح نشوف اذا في مجال للريفايف. سبريكتي حلوه باتجاه جاجا بتكون من جروزا، جروزا يا جروزا مطلع على طول على لاعبين تيم ال 19th minute. هل في مجال للبوش؟ اعتقد ما راح يشاطروكم الهضبه، ما راح يشاطروكم الهضبه، راح يعملوا بوش باتجاهكم. ممكن نشوف نحن هون بوش عنيف باتجاه لاعبين تيم ال 19th minute. البوش عم بيكون من كل من ريفا وجروزا، عم بيحاولوا يتقدموا للامام، عم بيحاولوا يعملوا بوش، لكن هل في مجال لسبري اكثر من ريفا؟ ريفا عم بتلقى ضرر كثير عالي، عم بينزل نوك داون هون مثل ما بنشوف عن طريق مراد من ال 19th minute. محاوله ضغط اكثر واكثر من خارج الزون. شوف لاعبين تيم الفالكونز في مجال يدخلوا باتجاه الزون. شوف فالكون نيفرالون هو واحمد نيتون بيحاولوا يعملوا بوش باتجاه الزون، لكن على الطرف تماما مبوبين عليهم. عنق الزجاج راح يكون والمسكر عليهم الطريق هو الفور كي تي اللي لعبوا بشكل كتير عنيف. نزل منهم حاليا بلازا مثل ما عم نشوف على الاطراف من طرف الاوريدو، اوريدو ثاندر يا الاوريدو ثاندر. هل في مجال لعلي يعمل سبوتنج على اللاعب ستورم، ستورم المتواجد ولا كيف؟ الفالكون راح يكونوا على ما اعتقد كافيين بالاقصاء هون، متواجد السبراي موجود السبوتنج، لكن اعتقد في ريدج، اعتقد في ريدج، يب في ريدج موم رندر معانا لحتى نشوف كيف الترتيب عم بتكون بين الاثنين. البوش حاليا من لاعبين تيم الكونكرر، بوش باتجاه لاعبين تيم ال 19th minute. جروزا على الكلوز كورنرز عم بيحاول ياخذ البوش، عم بيحاول ياخذ الفايت. ثلاثه من لاعبين تيم ال 19th minute موجود الجرنيد من جبل الخبره يا حباب بتلعب دوره هون مثل ما عم نشوف. ريو موجود بالهولد، هل في مجال للبوش مع لاعبين تيم ال 19th منتس؟ سبراي كتير حلوه لكن عم بطلع خارج الكفر، اوفر اكستند منه كلاغا، ما في مجال للتغطيه، ما في مجال للكفر الكافي. نوك داون عم بتكون على زميله والفينش بيتم ايضا على احد لاعبين تيم الكونكرر. المتبقي حاليا هو ريو وكلاغا. كلاغا مثل ما بنشوف بينزل داون، لكن سربرايز متواجد عندك ريو يا حباب، عم بيحصل النوك الاول، عم بيحصل الفينش ايضا، عم بياخذ الفينشات. وينك يا جبل؟ وينك يا البوش؟ وينك يا الحب؟ عم بيحاول الحباب يتقدم لامام. تدمير السياره والاي كيو بلاي من ريو. ريو يا ريو الله عليك، الله عليك يا ريو، ولعها ريو، 8 كل من اصل 13، بدمر السيارة حسبها صح، حسبها صح، عرفان اللاعب عم ياخذ كفر بالسيارة، السيارة ما مدمرة قدامك يا حباب، وبيتم فعلا الاقصاء. هل في مجال لريفايف لكلاغا؟ انا حابب اعرف هذا الشيء، الزون عم بتسكر، ما رح تلحق يا حباب، خذ البقي، روح على الزون، اعمل بوش باتجاه الزون، ار 8 سنتر زون حاليا، الار 8 سنتر زون حاليا، لكن كيف رح يتصرفوا الشباب؟ جايين ضيوف، جايين ضيوف صراحة، الضيوف ثقال، الضيوف ثقال يا حباب. مثل ما عم نشوف تيم الكونكرر عم بيحاول يعمل بوش باتجاه المبنى المتواجد فيه برستيج، عم ينزلوا داون، نوك فينش على طول، عم يتم اقصاء الفريق بشكل كامل. مثل ما شفنا نحن من طرف متواجدين تيم الاوريدو، من طرف ثاني متواجدين لاعبين تيم الار 8، الار 8 مسيطر على الزون، الار 8 مسيطر على الزون، الاوريدو ثندر مسيطر على الهضبه، سبعه كل سته كل مثل ما عم نشوف هون، سته كل باثنين كل متواجده مع لاعبين تيم الار 8. برستيج يا برستيج، جيم جيمك ولا للاوريدو؟ كيف رح تكون الترتيبه؟ فريقين متواجدين معنا، فريقين متواجدين معنا يا حباب، والاثنين هون مثل ما عم نشوف ضغط والكثافه العدديه كثير عاليه صراحه، الضغط والكثافه العدديه جدا عاليه بالنسبه للماتش. هل راح يتحصل الفايت بيناتهم على الكلوز كورنرز ولا راح نشوف نحن محاولات الاستفاده من الاوبن المتواجدين فيها لاعبين تيم الاوريدو ثاندر على لاعبين تيم الار 8؟ برستيج بزاويه عم بيحاول يعمل سكوب ان على لاعبين تيم الاوريدو ثاندر، عندهم سياره، قحط عندك سياره انت وريكس، ممكن يتم في فلانك، ممكن يصير في فلانك، ممكن يصير في بوش باتجاه المنزل الصغير اللي عم نشوفه قدامنا يتغطى من كل من سموكر وعلي. لكن السؤال بيطرح نفسه، هل راح يسمح بالموضوع كريستيانو؟ كريستيانو عنده مبنى جدا ممتاز مغطي على الزاويه، مغطي على الفلانك اللي ممكن يتم منه. يوزع بيحاول يعمل بوش للامام، بيقول لك انا برا الزون، لازم اعمل بوش باتجاه كريستيانو، احصل بوزيشن، ممكن بوش ممكن لا، راح نشوف كيف لاعبين تيم الاوريدو ثاندر هون. الشباب خلاص مسكوها على بعض، خلاص مسكوها على بعض لاعبين تيم الاوريدو ثاندر. هل في مجال للبوش؟ عم يحاولوا يدوروا على اي ثغره. برستيج شوف الخبره، شوف شوف الخبره، شوف المعرفه بالتضاريس اللي متواجده، هو بيعرف وين يطلع، وين الاوبن، وين الكفر. عم يحاول قدر الامكان ياخذ مع لاعبين تيم الاوريدو ثاندر زاويه يحرمهم منها فعليا، يحرمهم من البوش باتجاه المبنى، المبنى الصغير اللي طالع امامنا تماما اللي عم بيتغطى من السموك، ممكن اذا اتاخذ من لاعبين تيم الار 8 يحرم اي محاوله من تيم من تيم الاوريدو ثاندر. الزون بالنص تماما،
بالمنزل هذا على طرفه تماما الزون، لازم يعملوا بوش الشباب باتجاه المنزل. لكن مثل ما بنشوف اوريدو ثندر ما بده يفوت الفرصه، ما بده يضيع الفرصه قدامه. عم نشوف نحن هون برستيج عم بيحاول قدر الامكان، برستيج عم بيحاول يتقدم، برستيج عم بيحاول يغطي بالدخان، يحاول يعمل بوش باتجاه المنزل الصغير هذا علشان يحصل الزاويه القاسيه اكثر واكثر على لاعبين تيم الاوريدو ثندر. الزاويه حاليا من علي كاشفه على برستيج نسبيا، ممكن اذا برستيج عمل سبوتنج على علي يحصل نوك داون يلي تحرم لاعبين تيم الاوريدو ثندر من فكره الكثافه العدديه او فكره الافضليه العدديه المتواجدين هنا فيها. بتعم شوف كريستيانو رونالدو بزاويه المبنى عم بيحاول قدر الامكان يغطي هذا اللي خايف منه برستيج اكيد من البوش اللي عمله باتجاه المبنى. الجرنيد شو راح يعملوا فيها لاعبين تيم الاوريدو ثندر؟ الجرنيد الاولى نزلت حصل فيها ضرر كثير عالي لكن غير كافي الموضوع يا حباب. البوش حاليا راح يتم، الريكس مثل ما عم نشوف من زاويه من الهاي جراوند عنده زاويه كثير ممتازه للاعبين تيم الاوريدو حاليا، لازم يعمل بوش. الزون عم بتبوش باتجاهك يا حباب، خلاص لازم يعملوا بوش للامام علي وال بوش الزاوية على كلوز كورنرز. هل في مجال من كريستيانو يحصل نوك داون؟ لا عليه على طول بيحصل ضرر كثير عالي على كريستيانو وبيحطه بموقف دفاعي، بينما عم نشوف نحن برستيج عم بيحاول يناور عم بيحاول يساند زميله علي، بياخذ السبراي بياخذ الفلانك دروب شوت موجود من برستيج. الله عليك الله عليك يا برستيج، بيطلع من الاول ممكن الثاني ممكن الثالث، حتى عم نشوف بتراجع للخلف، المتبقي فقط هو يوزع هون عم بيحاول يناور، يوزع عم بيحاول يناور. متبقين عندنا نحن هون 2-1، البوش راح يكون من يوزع علي، يوزع فعليا راح يكون من سموكر. عم نشوف نحن اخر لاعب متبقي اللي هو قحط بيطلع بالاقصى، والوينر وينر تشيكن دينر بتروح لتيم الاوريدو ثندر، والبلايد استفاده من الكثافه العدديه، والبلايد التسعه كل والاستفاده من الكثافه العدديه. يا شباب نايس عليكم نايس عليكم نايس عليكم. البوش نعبطنا بالسبكتيت، بدي احاول اسوي لكم شغله هيك حلوه نص بنص بس ما زبطت. بدي احاول اسوي لكم نص بنص بس ما زبطت، ما لحقناها هي مش هتعرفوا شو بدي مصدي بالسبكتيت. جي جي والبلايد، جي جي والبلايد. الار اي طلعوا بالمركز الثاني باقليه عدديه مثل ما بنشوف، ثلاثه متواجدين، برستيج طلع بثلاث اقصاءات. صراحه الفينشز ما حصلوهم على لاعبين تيم الاوريدو ثندر، ما كل الفينشز تمت مثل ما شفنا، وقحط طلع باخر اقصاء اللي هو كلتش تشيكن دينر. عم شوف احنا فالكونجز ديفر لون، الله عليك يا الفالكونجز الله عليك، طالع باربع اقصاءات ايضا، بطل الدوري السعودي مثل ما عم نشوفه متواجد معنا، والفالكون احمد طالع باقصاء واحد. عم نشوف على الطرف الثاني كل من تيم الكونكرر طالعين، الشباب بكلات كثير عاليه، ريو تحديدا بثمان كلات، مبدع مبدع يا ريو، 13 كل موجوده مع التيم بشكل كامل، وهي باقي هي باقي الاحصائيات. صار شيء لا سمح الله عند الادمنز، ما حسيت سكرين شوتات وكل شيء موجود على الستريم. طبعا شباب بيست كومبانيون سبورت عم بيكون جروزا بالفريق، سموكر عم بيكون هو الفينيشر، طالع باربع اسيست اثنين، طالع بضرر تايم اوكي. الضرر موجود عند 896، موجود عند ريو بثمان اقصاءات صراحه. والبلايد تذكير مره ثانيه، الجوله القادمه راح تكون خريطه سان هوك، راح تكون خريطه سان هوك الجوله القادمه. ان شاء الله هيك استراحه بسيطه، نشرب لنا دمعه مي ونرجع لكم ان شاء الله على طول لحتى نتابع معكم، وايضا نعطيكم النتائج ونشوف كيف صارت النتائج بعد الجوله الثانيه. بي رايت باك. Thank you.
We'll be right back.
الشباب جينا الثالث نخلص كل شيء تأخرنا كثير كل الفرق تكون داخلة خارج السانهوك هاي خارج السانهوك فرح تكون ايزي شباب معش انا شوي طلعت برا الجو سوى كم قصة بس يلا رجع ادخل على طول طبعا اول شغلة شكر كتير كبير صراحة للإكسكوزيت على الايفنت هاد يعني ما اعتقد حتى الريجن العربي يعني نحن اللي فيه الريجن العربي انا ما شفت ايفنتات ما شفت اعلان ايفنتات سكرمات شامبيونشيب اللي هو انه اشي تحضيري للفرق الموجودة معانا بالميدل ايست افريكا فشكر كتير كبير لهم انه هن الريجن يعني هن بالريجن الاوروبي وعم يعملوا اشي للريجن العربي عم يعملوا اشي للريجن المينا فشكر كتير كبير لهم على تنظيمهم لهي الايفنت في شويه قصص شويه حكايه ان شاء الله يعني بدي احكي عليها بس بعد اللايف على
السوشيال ميديا تبعي اللايف ستريم تبعي انا بحكي ما عندنا مشكله في الموضوع فلنشوف شو الترتيب نروح مباشره بتشير فايتات راح يبلشوا فايتات من اول لعبه على الاغلب بخريطه سانوك الحلو في الموضوع بهي الحلو في السكريم هذا وبالتشامبيونشيب هاي انه الفرق عم تتعلم انه ما توقع بهالخطا نفسه خسرنا لعب مباشره من لاعبين تيم الزيرو وان اي سبورت مثل ما بنشوف على ايدين لاعبين تيم الانترودرز اللي داخلين على طول باتجاه منطقه الروينز مثل ما لاحظون لاعبين تيم الزيرو وان اي سبورت فيس تو فيس راح يكونوا مع لاعبين تيم الانترودرز هل في مجال التيم الانترودرز يحصل الفايت هاد بدون اقساط بدون ما يخسر اي لاعبين ولا كيف الترتيب مثل ما شفت اللاعبين حاليا من تيم الانترودرز رودرز خسرانين لاعب اللي هو هيمو اوريدي فيس تو فيس 1 بي 1 واحد بواحد من لاعبين تيم الزيرو 1 ما بدي يكبس عليه واحد بواحد موها من طرف هيمو من طرف الثاني مثل ما بنشوف البوش حاليا من سيف عم يحاول يحصل ميلوتوف بالمكان السليم رماها صح لكن التحركه موجوده ادراك حلو على الساوند كيو مثل ما بنشوف من عمر لكن عمر وغيس قصه لا تنتهي فعليا الا باقصاء اللاعب عمر هون لا بينزل نوك داون سيف على طول متوجه للطرف بيحاول ياخذ الفينش فعلا بياخذ الفينش راح يتم الاقصاء على ثاني لاعب من لاعبين تيم الانترودرز عم نشوف نحن رؤوف فيس تو فيس راح يكون هو وايس على لاعبين تيم 01 على كلوز كورنرز بلعب وايس ما في هلمت هيد شوت واحد هيد شوت واحد طلقه واحده في الراس راح تكون حساسه جدا بالنسبه للاعب وايس لكن مثل ما بنشوف هون بيحصل الهلمت 2 بيحصل الهلمت 2 عم بلعب الساوند كيو وبيحاول ياخذ قدر الامكان معلومات على لاعبين تيم زيرو ولا بيخش الامام سايف يا سايف بياخذ الفرصه انه اللاعب الثاني متواجد معنا اللي هو وايس بزاويه ثانيه بزاويه مختلفه تماما ما فيه ياخذ الكفر نهائي سايف على طول بتقدم وبياخذ الاقصاء ايضا و01 اي سبورتس بيخسروا لاعب واحد وبيحصلوا اقصاء كامل تيم وايب على لاعبين تيم الانترودرز يلي متواجدين معنا بمنطقة الروز ماشي رح ناخذ شوية وقت على الأسماء وخاصة بالتعليق أنا لي زمان مصدي صراحة على التعليق فمثل ما نشوفهم 4 كي تي على الأطراف سبراي كتير حلوة عم بتكون إصابات موجودة على اللاعب ستورم من تيم 4 كي تي وتقدم للأمام رح يكون من لاعبين تيم 19th minute الدقيقة 90 بيحاولوا يعملوا بوش بينما أوريدو ثاندرز على الأطراف عم بيتربصوا فعليا بطرف ثالث مثل ما شفنا نحن من قبل أيضا ببداية اللعبة حصلوا طرف ثالث كان غني جدا صراحة الطرف الثالث اللي حصلوا إقصاءات كتير كانت عالية بالنسبة لهم نقاط جدا ممتازة كسبوها بخريطة الميرامار حاليا بخريطة السان هوكون البوش موجود باتجاه لاعبين تيم الفور كي تي جبل عم بيحاول ياخذ فلانك بالطرف الثاني في عنا نحن زوس عم بيحاول ياخذ الفلانك ايضا والمحاكي عم بيجلط معنا مثل ما بنشوف هون بلازا يا بلازا بلازا عم بيدور بلازا سمعان الصوت عم بيتقدم باتجاهه جبل جبل هون فيس تو فيس راح يكون في سبوتينج ولا لا مثل ما بنشوف جبل عم بيتقدم باتجاهه ايضا اللاعب برونتو من تيم الفور كي تي سلايم فور كي تي مثل ما بنشوف فيس تو فيس راح يكون برونتو جبل هل في مجال يتحصل الاقصاء على جبل ولا جبل راح يكون مدرك للفرانك اللي تم باتجاهه اي عمليه كراوتش راح تكون قاسيه جدا عم نشوف ستور داون على الارض زوس ما في مجال للمساعده على طول جاجا مراد بيطلعوا بالنوك بيطلعوا بالاقصاء عم نشوف جبل عم يتقدم باتجاهه برونتو سمع الصوت خلاص في عنده معلومات هون لكن بلازا متواجد امامك هل في معرفه مسبقه بتواجد بلازا هون اذا كان لازم يكون في عنا نوك داون في عنا فينش سبراي كانت من بلازا غير كافيه جبل يا جبل في تردد موجود زكريا على طول بالتغطيه متقدم للامام جبل عم بيحاول يحصل معلومات ما في اتش بي لكن ما في داعي يا حباب ممكن اشتت الخصم اللي امامي عم شوف برونتو كلوز كورنرز بيحصل ضرر كثير عالي على جاجا لكن جاجا بيحصل النوك داون وبينزل داون على طول نوك فينش اقصاءات عم بتكون بالجمله زوس هو الوحيد المتبقي من التيم على طول زكريا بيحصل الكلين تيم وايب فعليا لين تيم وايب على لاعبين تيم الفور كي السلايم فور كي هون عم نشوف احنا بالفرصه بيستفيد منها اوريدو ثاندر على طول سموكر بتقدم الامام هو وجوكر عم بيحاولوا قدر الامكان يحصلوا معلومات متواجد قدامهم فريق بيعرفوا سلفا انه انتهى الفايت لكن السؤال بيطرح نفسه كم لاعب متبقي امامهم؟ مين هن اللاعبين؟ وين بوزيشنهم؟ وين الموقع اللي هن ماخذينه؟ لسه ما في معلومات كافيه عن الموضوع بالنسبه لهم. على الطرف الثاني نروح مباشره باتجاه الفايت اللي صاير بمنطقه الشماليه بمنطقه خاو عم لاعبين تيم الاومبرا اللي عم تقدم باتجاهه لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج التقدم عم بيكون من زوس لكن بالخلف متواجد بي ار زد بوزيشن دائما ممتاز من اللاعب بي ار زد بيحاول يعمل بوش بيحاول يعمل ضغط على اللاعبين المتواجدين امامه لكن هل في مجال للبوش بالدي بي اس على كلوز كورنرز ولا كيف؟ طرف ثالث متواجد معنا بالخارج عم يتم الاقصاءات بالجمله
لاعبين تيم الباور على ما اعتقد، ياب الباور هن المتواجدين على الاطراف، بي ار زد هو الوحيد المتبقي حاليا بالفايت، عم يحاول يتقدم باتجاه لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج، الدي بي اس موجود، سبراي باتجاهه، تحصيل الاقصاء بتكون من بيتروكس، وبيتروكس بيطلع بالاقصاء الار 8 على الاطراف من بعيد لبعيد، بيطلق الرصاص على المتواجدين داخل المنطقه، داخل منطقه خاو، مثل ما عم نشوف كثافه عدد هي كثير عالي صراحه، اقصاءات عم بتكون ايضا بالجمله لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج، بيتروكس نوك داون حاليا، قدافي القدافي في مجال للريفايف، بينما التقدم عم بيكون هون من فاروق 31 من تيم الميثس، سبراي بياخذ فيها الفينش بيقول لك هات بيتروكس، ما في داعي تعمل له ريفايف يا حباب، انا بحول لك يلا صندوق لوت واخذ الاقصاء عليه، بينما هون فاروق 31 بحاول يتقدم للامام، بحاول يعمل بوش باتجاه لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج. هل في مجال؟ هل في مجال يا حباب؟ 2 ضد 2، واحد متقدم للامام اللي هو فاروق 31، لكن مثل ما بنشوف زميله كثير بعيد عنه، اذا وقع بورطه راح يكون مساعدته جدا صعبه. ومثل ما عم نلاحظ نحن هون لاعبين الار 8 لازالوا على الاطراف، ماسكين على طرف المبنى، ما بدهم يعملوا بوش للامام. انا حابب اروح على الفايت الثاني المتواجد معنا باتجاه لاعبين تيم ال 90th minute، ان كان اللي اخذوا لاعبين تيم الاوريدو عم ياخذوا الفايت، وفي عنا فايت ثاني متواجد هون باتجاح لاعبين تيم الـ 01 اي سبورتس، رح احاول قدر الامكان اغطي على اكبر عدد ممكن من الفايتات. شوف نحن هون الريكس والشباب، وشوف بالطرف الثاني نحن عندنا سيف، سيف يا سيف هون بوش فيس تو فيس، بتيجي لاعبين تيم التويستد، الـ 01 اي سبورتس خسرانين لاعب من الاساس بمنطقه الروينز، حاليا بيحاولوا يعملوا بوش بتيجي لاعبين تيم التويستد باين، بينما عم نشوف هون لاعبين تيم الـ 01 عم يبوش باتجاه طرفين، طرف منهم ال اوه سي ماينز من جي 3 عم ينزل داون، فالكو هو الوحيد المتبقي، سبراي كثير حلوه منه لكن فيل شوي، غيث استفاد من الموضوع وطلع بالاقصاءات. 01 اي سبورت 7 كيل بالنسبه لهم جدا ممتازه. بالطرف الثاني على طول بنروح باتجاه الفايت اللي متواجد فيه ريكس، متبقي عندنا لاعب واحد هون من لاعبين تيم ال 90th minutes، لاعبين حاليا من 90th minutes، لكن هل في مجال للفايت؟ لعبوا الاثنين، نشوف شو الترتيبه، طلعوا باتجاه السطح عم يحاولوا ياخذوا السطح، فعلا اخذوه بالطرف الثاني، لا زال لاعبين تيم 01 عندنا اليد العليا هون بالفايت على لاعبين تيم التوستد ماينز المتبقي منهم، رولكس بالخلف، محاولة سموك موجودة، نوك داون امامهم، نقطة ممكن تكون سهلة بالنسبة لهم، لكن رولكس مثل ما بنشوف شرس جدا، حاول ياخذ الفايت، بحاول ياخذ المكان اللي هو بفضله فعليا باتجاه الكفر باتجاه الصخرة. اكيد ما بدك تكون متواجد بالاوبن بهي المنطقة، ما بدك تكون متواجد بالاوبن نهائيا، الفينش راح يتم على زميله، فعلا بيتم الفينش على زميله، في كورس من زاوية، رولكس من زاوية ثانية، رولكس من زاوية ثانية، في كورس من زاوية، مثل ما بنشوف ما في تقدم من 01 اي سبورتس باتجاه الهضبة، ما في تقدم باتجاه الهضبة من تيم 01 اي سبورتس، خلص بس سيف هو الوحيد الموجود، وهي هي 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 بالنسبة لهم. على الطرف الثاني اوريدو ثندر خسر فعليا، ريكس متبقي جوكر فقط من الفريق، عم بيحاول يناور مع لاعبين تيم ال 90th minutes المتواجدين بالمنطقة الشمالية، جبل انسحب من المكان، متبقي جوكر فعليا، فيس تو فيس جوكر، اللاعب الثاني شوف مين متواجد قدامه، اوه جبل نزل داون، اوكي اوكي كتير من جوكر بيطلع فعليا بالاقصاء وبيحصل النقاط وبيحصل فعليا السرفايفل بلاي بالنسبه لتيمه، هارد لك لتيم ال 90th minutes يلي فعلا فعلا كان ضغط كتير كبير عليه. حاليا فيجورس مثل ما بنشوف فيجورس هو الناجي الوحيد من الفريق، لاعبين 01 اي سبورت يعني ما بعرف ايش بدي اقول لكم على البوشات اللي عم تعملوها، ريسبكت صراحه، ريسبكت على الفايتات اللي عم تحصلوها، لكن هلا السؤال بيطرح نفسه، هل هن شايفينه لفيجورس ولا لا؟ سكوب ان باتجاه الصندوق بكل بساطة ممكن يحصلوها، لكن شو راح يخطر على بال اللاعب انه يعمل سكوب ان باتجاه الكل يلي حصله هلا؟ مثل ما بنشوف هون فيجورس محتمي بالصخرة بيحاول ياخذ انفورميشن على غيث، ممكن نوك فينش، ممكن نوك فينش، الزاوية مغطاية بشكل كتير ممتاز على لاعبين تيم الزيرو 1، لكن السؤال بيطرح نفسه اذا اخذ النوك فينش هل راح يحسن ياخذ الفايت مع الباقي لاعبين تيم الزيرو 1 اي سبورتس؟ على الطرف الثاني جوكر لا زال بتقدم باتجاه الزون، بيحاول يعمل بوش باتجاه الزون، بعيد كتير هو فعليا، بعيد كتير كتير صراحة عن الزون، يدخل باتجاه منطقة الروينز، فعلا بيوصل باتجاه
منطقه الروينز مثل شوف، وهي معظم اللاعبين، شوف معظم اللاعبين داخل الزون. اقصى المنطقه الشماليه متواجدين معنا، لسه في بعض اللاعبين باقصى المنطقه الشماليه. هديت الفايتات حاليا، ما عم نشوف الضغط الكبير، ما في هالضغط اللي كتير كبير صراحة، ومثل ما عم نشوف تيم الفيرتشوال جيمنج هنا الناجين بالمنطقة الشمالية لا زالوا. حاليا فيجورس تويستد ماينز لا زال متواجد في مكانه، ما في داعي يتحرك، ما في داعي يكشف مكانه، ما في داعي يتحرك، ما في داعي يطلق الرصاص على غيس اللي محصل 3 كيل صراحة. غيس هو وسيف، سيف مولع، سيف مولع نهار. الجيم الماضي كان في ريو، هلا عم نشوف حاليا سيف مولع بشكل كتير كبير. انا برايي لازم يطلعوا بالسيارات الشباب ويحاولوا يبشوا باتجاه الصندوق، يحاولوا يحصلوا تريد شوت قبل ما يدخل عليهم الطرف الثالث اللي هو تيم النجمة جالاكسي. لعب بحوم بالارجاء، بيحاول يحصل بوزيشن داخل مركز الزون. عم نشوف الزون لعبت مع نجمة جالاكسي، فنجمة جالاكسي ما راح يلعب فعليا على الباتل هيل، راح يلعب على الفايتات، يحاول ياخذ فايتات قدر الامكان. فالكونجز على الاطراف عم ياخذوا فايت، روح باتجاه تيم الفالكونجز دمار، مثل ما بنشوف نيفرالون دمار واحمد هنا متواجدين فيس تو فيس، راح يكونوا مع لاعبين تيم نصر اي سبورتس. عم نشوف نيفرالون عم يحاول ياخذ الفايت مع لاعب ميركل من تيم نصر اي سبورت. نصر اي سبورت يا نصر اي سبورت، هل في مجال يا حباب ليتحصل الفايت بالشكل اللي انتم بدكم اياه؟ عم نشوف بطيخه من طرف، متواجد نيفرالون من الطرف الثاني، محاولة الفلانك موجودة، ميركل بطيخة، راجناروك حسن مثل ما عم نشوف، نيفرالون بالطرف الثاني، دمار وأحمد فيس تو فيس راح يكونوا. أحمد نايس عليك، سوبر كتير حلوة، بيطلع باثنين الله عليك، ما لحقنا نحط عليه حتى كان شايل اثنين من تيم نصر اي سبورت. نصر اي سبورت عم بيدفعوا الثمن كثير غالي صراحة. راجناروك بعيد كثير تحت الجسر، هو مثل ما عم نشوف دمار بينكشف عليه، سبراي موجودة باتجاه دمار، دمار بتحصل على النوك داون من اللاعب راجناروك، بينما نيفرالون هو الوحيد المتبقي بالزاوية حاليا البعيدة من لاعبين تيم فالكونجز. أحمد على ما أعتقد راح يحاول يلعب على الريفايف، حسن هو اللاعب الأخير المتواجد من لاعبين تيم نصر اي سبورتس. عم نشوف على الطرف تماما، هل راح يلعب سرفايفل بلاي؟ هل راح يتقدم باتجاه الفايت؟ مثل ما بنشوف بينسحب من المنطقة وبيحاول قدر الإمكان يطلع من مكانه. لاعبين تيم نصر اي سبورتس صراحة دفعوا ثمن كتير غالي. عم نشوف حاليا ريكو انفينيتي تيم سبراي عم بتكون من كريستيانو، وبيحاولوا ياخذوا الفينشز وفعلا يوزع هو اللي بيحصل الفينش هون على الطرف الثاني من الجسر. ما في حدا يا حباب، ما في حدا يا حباب، لازم تتحرك من مكانك، لازم تتحرك من مكانك. النجمة جالاكسي بوزيشن جدا ممتاز بمركز الزون، على الاطراف تيم الكونكرر بيحاول يعمل فلانك باتجاه مركز الزون ايضا، بينما بنشوف نحن اللاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج بيحاولوا يعملوا بوش باتجاه جبل الالفا، ومن منطقة الالفا يدخلوا باتجاه الروينز. لسه الزون ما كثير قاسي عليهم، لكن لازم يتحركوا، لازم يدخلوا باتجاه الزون اذا حابين يلعبوا على البليسمنت، ما يلعبوا على الباتل هيل، يلعبوا على البليسمنت مع الاقصاءات ايضا. نيفرلون ورطه ما بعدها ورطه، ورطه ما بعدها ورطه، لكن بالطرف الثاني في عندنا حسن يعمل ريفايف على بطيخه. حسان عمل ريفايف على بطيخة صراحة، هي شغلة كتير كبيرة، عملوا ريفايف على اثنين حتى على ميركل، حتى نعمل عليه الريفايف. رجعوا لاعبين تيم نصر اي سبورت بكثافة ثلاث لاعبين صراحة، هي عين ماكنة بيقولوها، عين ماكنة لاعبين تيم نصر اي سبورت عملوا ريفايف ببوزيشن جدا صعب، مثل ما عم نشوف طلع ساندويتش بين فريقين، ساندويتش بين فريقين ومغطى عليهم ايضا من فريق ثالث. قلبت الآية فعليا على تيم الفالكونز اللي كان هو عنده الأفضلية على تيم نصر اي سبورتس، ما طلع بإقصاءات، ما عنده الإقصاءات، ما حصل الكل بوينتس فعليا وتم إقصاؤه. فيجورس طلع حاليا بهمام، حصل النوك فينش، وين باقي لاعبين تيم 01 اي سبورت؟ 01 اي سبورت ما بنشوف غيس هو الوحيد المتبقي، لكن عندك هون بالمرصاد حمودي، يا حمودي حمودي بالمرصاد تحصل الإقصاء. عم الحين نحط حدا يا شباب، الفايت عم بيخلص بسرعة. عاشر نيفرالون، يا نيفرالون، نيفرالون يا نيفرالون، نشوف الحين هون الترتيب كيف راح تكون بالنسبه للنيفرالون. هل في محاوله ريفايف راح تكون من لاعبين تيم الار 8؟ يوزع تحديدا سبراي عم بتكون من برستيج، ونايس عليك برستيج، زاويه جدا ممتازه، حصل البوزيشن المتواجد فيها اللاعب نيفرالون، وتيم الفالكونز بيكون نهايته فعليا عن طريق اللاعب برستيج. نشوف هون لاعبين تيم الكونكرر، والله عنيفين بشكل كتير كبير. الكونكرر حصل مثل ما بنشوف النوك داون، حصل فعليا بوش على لاعبين تيم نصر اي سبورت، عم يضغطوا باتجاههم، بينما لاعبين تيم نصر اي سبورت مستفيدين فعليا من البوزيشن اللي متواجدين فيه. بطيخه عم بيطلع باقصاءات، بطيخه عم بيطلع بنوك داونز على لاعبين تيم الار 8 من زاويه جدا ممتازه بالنسبه له، بينما لاعبين تيم الكونكرر حصلوا الفينش على زميلهم. بطيخه عم بيشتغل حلو، لكن مثل ما بنشوف بدهم يضمنوا نقاط اكثر من هيك، بدهم يحاولوا ياخذوا الكلات، مو بس يحصلوا نوك داون، عم بيتركوا النوك داون بدون ما يصير فينشز. البوش حاليا من تيم نصر اي سبورت يحاولوا يوصلوا باتجاه الزون، ما عم بيتحصل
اي شيء صراحه من هي السبريات مثل ما نشوف لها الاقصاءات اللي تذكر ولا هالاصابات اللي تذكر. نصر اي سبورتس بيحاولوا يعملوا بوش، كونكرر بيحاولوا يعملوا ايضا تقدم باتجاه الزون شوي شوي، يعني بوش بالسيارات. بدهم يوجعوا لي راسي تيم الكونكرر بيعملوا بوش بالسيارات، طالعين معلم اخذي سيارتين يلا بوش يا حباب، بوش يا حباب باتجاه الزون حتى نشوف كيف راح تكون بالنسبه لهم. نجمة جالاكسي سبلت كتير ممتاز بالنسبه لهم، وضعيه جدا ممتازه عند تيم النجمة جالاكسي، ماخذين فلانك كتير حلو. ومثل ما عم نشوف هون قدامنا على طول رؤوف يا رؤوف على اطراف، فعليا اطراف فايت فينا نقول مع لاعبين تيم كل من تيم الفيرتشوال جيمينجز، وبنفس الوقت في عنا فايت راح يكون على لاعبين تيم النصر اي سبورتس اللي بيعاني منهم، اللي بيعاني منهم على طول لاعبين تيم نصر اي سبورتس عم بيعانوا فعليا من اطلاق رصاص باتجاه السياره. عم نشوف هون رؤوف فيس تو فيس، راح يكون رؤوف فيس تو فيس باتجاه غيث، لكن هل في مجال يحصل النوك داون؟ هل في مجال يحصل الاقصاء على الزيرو 1؟ اللاعب الاخير بتبقي منه نروح باتجاه ميركل، ميركل عم ياخذ الفايت هون على الاطراف. فيس تو فيس راح يكون مع فريك، اعتقد يب فريك راح يكون البوش باتجاهه. نسمع الصوت، نسمع الصوت فريك ميركل فيس تو فيس راح يكون الشباب هو بطيخه 2 على 1، لكن 2 على 1 كيف راح تكون مع اللاعب فريك؟ فريك عم يحضر جرنيد، جرنيد محضر من الطرفين، مرميه ايضا مثل ما بنشوف هون من اللاعب ميركل وبطيخه باتجاه اللاعب فريك. هل في مجال للنوك داون؟ تحصل البوزيشن، ما اعتقد فريك ما عرفان البوزيشن حاليا، فريك بتلقى الضرر، فريك بتلقى الضرر، ولا زال ميركل عم يرمي الجرنيدات باتجاه باتجاه لاعبين تيم النجمة جالاكسي. على الطرف الثاني مثل ما نشوف هيكسي في اطلاق رصاص، وحمودة ايضا في اطلاق رصاص على لاعبين تيم الار 8، ممكن الار 8 يكونوا بورطة ايضا على الاطراف، متبقي فقط منهم يوزع. لاعبين تيم الكونكرر خسرانين كثير ايضا على الاطراف. تعالوا نشوف نحن هيكسي من زاويته شو عم بيصير. هيكسي يا هيكسي، هل في مجال للفايت؟ نشوف فعليا الفايت ولا كيف؟ حمودي ماسك زاوية ثانية، حمودي عامل ويزر تاور سبوتينج من مكانه كثير ممتاز صراحة، مغطي على هيكسي نفس الوقت مغطي ظهره تماما. مثل ما بنشوف لاعبين تيم الكونكر اللي بيحاولوا يدخلوا على الزون، عندك حمودي على طرف الزون تماما، عنده الوزر تاور، هذا راح يستفيد منه بشكل كتير كبير. جروزا نزف دماغه خارج الزون، متبقين اثنين من لاعبين تيم الكونكر. بنشوف ريو وكالاغا، ريو الام في بي بالجوله الماضيه، وهذا الشيء راح يرفع منه قاطه بشكل كتير كبير، خاصه 8 اقصاءات من اصل 13 على الفريق. رؤوف ماسك زاويه لوحده، فريك ماسك زاويه لوحده، هيكسي راس حربه، بينما عم نشوف نحن هون حمودي موجود بالتغطيه. حمودي وظيفته يحافظ على هيكسي على قيد الحياه، يحافظ على هيكسي ببوشه لهيكسي باتجاه الزون، لكن السؤال بيطرح نفسه هل راح يسمح له هذا الشيء؟ هل راح يخلوه فعليا الشباب ولا كيف؟ على الاطراف عم نشوف نحن نصر اي سبورت عم بيضغط اكثر واكثر على كل من لاعبين تيم الفيرتشوال جيمينجز. وان شوت عم بيحاول يتقدم باتجاه بطيخه، عم بيحاول يعمل بوش، حمودي انسحب للخلف، بحاول نغطي قدر الامكان الفايت، لسه ما دخلت الاكشن فيس تو فيس عم تكون مع حمودي. عم نشوف نحن هون بطيخه يا بطيخه مع وان شوت فيس تو فيس الفايت. تم الاقصاء من رؤوف على غيث من 0101، تم اقصاؤهم بينما عم بيحاولوا بيعملوا بوش بداخل الزون لاعبين تيم الفيرتشوال جيمينجز. عم نشوف الوان شوت بيحاول يناور، بيحاول يتقدم، بطيخه يا بطيخه عم بيناور على الصخره. فيكتور امامك استفاد من الموضوع، ميراكل عمل سبراي حصل فعليا النوك داون عليه، والمتبقي فقط هو القدافي. هل من الممكن يحصل كلتش على لاعبين تيم نصر؟ مثل ما نشوف بطيخه هون، بينما على الطرف الثاني يوزع فيس تو فيس مع حمودي، راح يكون يوزع بورطه كثير كبيره فعليا. هيكسي نزل نوك داون، لاعبين تيم الكونكرر عم بيحاولوا يعملوا بوش للامام، محاوله التغطيه مثل ما بنشوف من حمودي، لكن زملائه بعاد كثير عنه لحتى يعطوه الغطاء الكافي. وعم نشوف نحن هون يوزع عمل هيل، يوزع عمل هيل وعمل بوش على طول. فلانك عم بيحاول يكتشف ما في حدا من المنطقه الشماليه، يدخل باتجاه الزون، الناجي الوحيد من لاعبين تيم الار 8، 5 اقصاءات اهمال الفريق فعليا على كتافه من ناحيه النقاط، لكن كالاغا هون مثل ما بنشوف بيحاول يرمي الملتوف باتجاه موقع حمودي اللي كان متواجد فيه. حمودي حاليا خارج الزون، حمودي حاليا تحت الضغط، عاملين سكوب ان عليه زملائه، بيحاولوا قدر الامكان يغطوا عليه، عم بيحاولوا قدر الامكان يعطوه تغطيه. بيكتشفوا هون انه كالاغا متواجد بهذا المكان، فريك بيحصل سبراي، سبراي غير كافي لحتى ياخذ الاقصاء على لاعبين تيم الكونكر، لكن مثل ما بنشوف هون فريك فعلا بيكسب الزاويه الصح وبيطلع فيها. عم نحصل هون البوش مع لاعبين تيم نصر اي سبورتس، بيتقدم فريك، بيحاول قدر الامكان، بيحاول يتقدم باتجاه ميركل. ميركل يا ميركل، ميركل عندك فيس تو فيس، بيتحصل فريك منه الاقصاء، وبيطلعوا لاعبين تيم النجمة جالاكسي ب 8 كيلز حاليا. متبقي امامهم لاعب واحد
لاعب واحد يا حباب، اخر العنقود مثل ما بنقول، اخر العنقود مثل ما بنقول، متبقي لاعب واحد مثل ما بنشوف. سبراي كثير حلوه باتجاه اللاعب هون، مثل ما بنشوف يوزع يوزع، بينزل نوك داون اقصى على طول، عم بيكون عليه يوزع من الار 8 وبيحصلوا المركز الثاني. الار 8 بخمسة كيلز، والبلايد يوزع، والبلايد يوزع، انا فرطت، والبلايد يوزع، طلع باقصاءات كثير ممتازه صراحه. خمسة كيلز طالع الفريق، هو حصل البليسمنت الكلات على زملائه، فجدا ممتاز الموضوع انك تحصل المركز الثاني بخمسة كيلز. كلنا نعرف الموضوع، لكن المركز الاول نجمة جالاكسي، ثاني جي كندن رايون بالبطوله، طالعين الشباب بتسعة كيل كمان، وعم نشوف نحن بالمركز الثالث تيم نصر اي سبورت بتنتين من الاقصاءات. كيف عايشين نصر اي سبورت ما حدا بيعرف، انا متاكد تسالون للشباب ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف يجاوبك يعني كيف عايشين ما حدا بيعرف يعني. فايت مع تيم الفالكونز، أربع أطراف دخلوا بالفريق يعني بالفايت، ما عندي فكرة صراحة شو بدي أقول لك. زيرو وان إي سبورت، ويل بلايد غيث، ويل بلايد سايف، كتير حلو صراحة الكلات المحصلين الشباب، ثمانية هنا محصلين، تسعة محصل الفريق بشكل كامل بالمركز السادس. بالمركز الخامس عم نشوف نحن لاعبين تيم فيرتشوال جيمينج صاعب ثمانية كيلز، وباقي الترتيب ظاهر أمامنا على الشاشة. المركز العاشر 19th سكند فعليا، طالعين بكلات حلوة سبع كلات، وعم نشوف نحن هون آخر الترتيب، الأومبرا بثلاثة كل، وآخر الترتيب فعليا انترودرز طالعين بكل واحد. طبعا هي كانت الترتيبة بالنسبة لنا. السيرفايفل بلاي، هذا الوزع سيرفايفل بلاي كتير رهيب، سيف سفاح الجولة مثل ما نشوف بأربع قصاءات على 719 دامج. بينما حمودي، يا حمودي نايس، يا حمودي فينيشز عم بيكون عن طريق حمودي. جي 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 جي، نذكركم مرة تانية شباب في جولة إيرنجل الأخيرة، لا زال في عنا جولة إيرنجل الأخيرة، شوف خريطة إيرنجل الأخيرة معانا لهذا اليوم، وإن شاء الله بكرة يلا شباب استراحة بسيطة وبرجع لكم إن شاء الله مع الجولة الأخيرة لحتى نشوف كيف رح تكون أحداث الجولة الأخيرة من اليوم الأول من الليغا. الليغ طبعا رح تمتد على ثلاثة أيام، هو معكم اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، ما عندي فكرة صراحة، عندي التزام فما صعب كتير أني نكون متواجد باليوم الثالث. نشوف كيف الترتيب، نشوف حدا من الشباب من المعلقين، حدا من الشباب من المعلقين يستلم الموضوع، كان يكون في ستريم عربي على الاقل للايفنت، واعتقد ما راح يكون في ستريم للاعبين لاني ما عجبتني صراحه إن قصه انه فاتحين ستريم للبطوله، واعتقد بالقوانين تاعت البطوله ان شاء الله يرجعوا يشتغلوا مع المينا هذول. ان شاء الله يرجعوا يشتغلوا مع المينا صراحه المنظمه، لاني لاعبين مدخين بالوقت يعني، اذا بدنا نحكي صراحه بنحكي بصراحه باعتبار انه مو بث رسمي لببجي موبايل، خلينا نحكي صراحه في الموضوع شوي، اللاعبين مدخلين كلهم، ما الكثافه العدديه ما هي كامله تمام، ما كان في التزام بالوقت بالبدايه، غريبه يعني، بالعاده الشباب بيكونوا موجودين يعني احسن من هيك. يلا كل حال شباب استراحه بسيطه وبرجع لكم ان شاء الله.
يلا شباب، اخر جوله خرطت لي رنجل كمان مثل ما عم نشوف قدامنا الطياره. حلو الطياره، بس الطياره كثير حلو، خفيف الضيف، ما فيها الضغط على اللاعبين. تقريبا الفرق كامله. الله ينهي اليوم على خير صراحه. تاخير كثير كبير، يعني في تاخير المفروض نحن مخلصين من نص ساعه، يعني لسه في عنا جوله نحن المفروض مخلصين من نص ساعه. انا يلا فداكم، مساء الخير، مساء الخير يا شباب. هو في قانون بال خليت سلبي، مالكم دخل انتو. يلا مثل ما عم نشوف هون، يعطيهم العافية شباب، يلي عم بيشتغل
الله يعطي العافية يعني صراحة على البطولة، في ناس عم تشتغل بالبروب على البطولة وتعبانين صراحة، ولسه ما عندهم التوجيه الصح. يعني في فرق، في فرق بين الريجن الأوروبي والريجن العربي، بس مشان تعرفوا شغلة يعني حطينا أساس نحن بالريجن العربي أساس كتير كتير كبير، ففرق الخبرة كتير كبير. بس هون إنه أول احتكاك للريجن الأوروبي بتنظيم إشي للريجن العربي شغلة كتير حلوة برأيي، يعني شغلة كتير ممتازة عم بيطلع معهم. والله يعطيهم العافية إني حاطين كمان مبلغ مادي محترم على البطولة علشان يكون في برايس بول للشباب. على كل حال نروح مباشرة بتجي لاعبين تيم جي 3، جي 3 تيمبر مثل ما بنشوف في نوك فينش على أحد لاعبين تيم المثل الناس دي معهم بمنطقة جاتكا. بنوس سؤال بيطرح نفسه، بيودن كيف راح تتصرف أنت وسي ماينز؟ اثنيناتهم مثل ما بنشوف بالمنطقة في عملية دهم بالسيارة على فالكونز نيفرالون. اللاعب ينزل نيفرالون من تيم الفالكونز، بس المهم فيس تو فيس راح يكونوا لاعبين تيم الميث مع تيم جي 3. جي 3 تيمبر فيس تو فيس راح يكون ترتيب كتير وضع ترتيب كتير صعب بالنسبه لهم، تحركات كتير صعبه. بحاول قدر الامكان ان احصل انا اكبر زاويه ممكنه على الفايتات. جي 3 بيودن هو الوحيد المتبقي هون، محاولات فلاش بانك على كلوز كورنرز راح تكون بالدبل بيرل، لكن الجرنيد هي كانت الحكم من برولي. نايس عليك يا حباب، نايس قراءه يا حباب، حلوه كتير، حصل الجرنيد بالمكان الصح، طلع بالاقصاء. انا نسيان افتح له احد يعيط في 3 دقايق فرق، هذا احد يعيط احد يعيط، نسيان احط لكم على اللايف يا فرقت السويتش اول جود. اني واي مثل ما بنشوف هدوء يعم المنطقه بعد عمليه دهم على احد لاعبي تيم الفالكونز، تم اقصاء ونصي سبوت مثل ما بنشوف باطراف منطقه روزوك، انسحبوا من منطقة السكول، وهذا شيء منطقي انه الفريق ينسحب من السكول. مثل ما عم نشوف صعب كتير انك تدخل هيك دخلة، صعب كتير كتير دخلة تحارب على مكان، تحارب على البلايس يلي في بديل، في بديل بكل بساطة. يعني السكول في له بديل، بدائل منطقة السكول اللي هي العمارات، عندك ايضا كمان منطقة روزوك، والمنطقة الشرقية من روزوك ايضا هي بديلة لمنطقة السكول بشكل كامل. فمثل ما عم نشوف في انسحاب من المنطقة بالنسبة للشباب، وهذا الشيء الصائب لعب على الاطراف. مثل ما عم نشوف يا شباب اي مثل ما بنشوف على الاطراف متواجدين بالمنطقه الشماليه متواجدين تيم 01 اي سبورتس مع لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج. حاليا الضغط راح يتم فعليا على اطراف ثانيه، مثل ما بنشوف قدامنا فلاكو من فلاكو من تيم جي 3 فيس تو فيس راح يكون قدامه لاعبين تيم الباور اللي بيحصلوا اقصاءات فعليا. لاعبين تيم الباور عم بيحصلوا اقصاءات، فانكيد والشباب عم بيطلعوا باقصاءات على لاعبين تيم الميثس اللي متواجدين على الاطراف بحصلوا برولي. محاولة الفلانك مثل ما عم نشوف محاولة البوش هون لحتى يضمنوا الكل بالنسبة لهم على برولي اللي متواجد بوضع جدا سيء. عم نشوف رمزي هون على الاطراف ما في مجال لحتى يساعد زميله، وانما راح يحاول يغطي، يحاول يضغط على اللي عم بيبوش، سوري على الكبسة بالغلط. عم شوفون فانكيد، يا فانكيد ياخذ زاويه، فانكيد عزيز ماخذ زاويه من الاساس، سبريكر حلو عم تكون على لاعبين تيم الميث، نايس عليك. ويلكم ماشي بتم من عثمان من الزاويه الثانيه، عزيز عثمان فانكيد. الشباب اشتغلوها بالشكل المناسب، اشتغلوها بالشكل الصحيح لحتى يطلعوا بالاقصاءات ويطلعوا بنقاط جدا ممتازه بالنسبه لهم. جي 3 هون مثل ما نشوف جي 3 تمبر على الاطراف، محاولة منه يلعب سيرفايف، لكن السؤال بيطرح نفسه هل عملوا له سبوتنج ولا لا؟ إذا انكشف عندك أربعة رح يعملوا بوش باتجاه المبنى، وأربعة رح تكون جدا صعبة إنه تطلع منها يا حباب. تابع ونشوف. تابع ونشوف. هل في مجال له لانه يطلع بنقاط بليسمنت مثل ما بنشوف؟ خلاص محاوله فلانك عم بتكون بوش باتجاه الزون بالنسبه للمحيط باور، تحديدا تيم الباور. نروح باتجاه تيم، ثواني لحتى ترندر المحاكي يا اخي بيطول لحتى يرندر. ليه 0 0 1 0 1 بلشوا فايت
الزيرو ون بلشوا فايت، نروح عند الزيرو ون، نروح نبدل على تيم الزيرو ون ونشوف نحن هون موها والشباب عم بيطلعوا باقصاءات بمحيط منطقه سيفرني، لكن بسيفرني هل في مجال حتى يتحصل، هل في مجال لحتى يتحصل منهم ضغط على لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج؟ اوه اوه يا الشوت، اوه يا الشوت الحلوه هاي عم بتكون من بيتوركس، طلع سنايبر شوت ايضا عم بتكون على غايه، لكن اصابات هون متبادله بين الاثنين، اصابات عم بتكون متبادله بين الاثنين زاويه بزاويه مثل ما بنشوف ماسكين على بعض الشباب. في فلانك باتجاهه، عرفان انه في فلانك باتجاهه، بحاول قدر الامكان يكسب التغطية. همام يا همام اصابة موجودة، اصابة موجودة على بيتوركس، بيتوركس بيتروكس عم بيحاول ياخد الكفر، لكن البوش موجود من غيث مثل ما غيث الله عليك يا غيث بيطلع فيها غيث مثل ما بنشوف بالطرف الثاني. زملاء بيتوركس المتواجدين معنا الون شوت واللعب زوس، هل في مجال ليضغطوا اكثر واكثر على لاعبين تيم الزيرو ون يلي خسرانين سيف نوك داون على الارض؟ محاوله الريفايف عم تتم، وفعلا الريفايف راح يتم على سيف. غيث هون بيحاول يحصل الون شوت المتواجد على الاطراف، بينما هو ما عمل هارد بوش باتجاه المدينه، بيحاول ياخذ زاويه. تدمير عجلات السياره، ما بعرف ايش عم يدمروا البايك. انت ون شوت على طرف ثاني، ون شوت متواجد على طرف ثاني، ممكن تكون زاويه قاسيه جدا على لغايس صراحة. من الزاوية المتواجد فيها هون، الزاوية المتواجد فيها هون ون شوت عم بيطلع بالثاني ايضا، واثنين من تيم الزيرو ون راح ينزلوا داون على الارض. المتبقي هو كل من زوس فيس تو فيس مع اللاعب همام. همام يا همام شوف، لكن على طول بنشوف همام بيحاول ينسحب الخلف. سيارة بيحاول يروح باتجاه زملائه، غيث متواجد بالكفر، لكن ما هو كفر صراحة، ما هو الكفر اللي يعتمد عليه، سيارتين متواجدين امامه، لازم يبعد عن السيارات قدر الامكان، رح تتدمر السيارة 100%. بيتوركس مثل ما بنشوفه بيحاول يعمل بوش بعد الريفايف اللي تم على زميله، بيحاول ياخذ السنايبر شوت الله عليك على الون شوت، لكن على طول التغطية موجودة من زوس، وزوس بيطلع فعليا بالاقصاء هون. حلوة كثير، حلوة كثير صراحة، تيم وورك كثير عالي، تيم وورك كثير عالي كان معانا من لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج، طلعوا بلاعبين تيم الزيرو وان اي سبورتس، بينما هون البوش متواجد من لاعبين تيم الامبرا، عم بيحاولوا يوقفوا لاعبين تيم نصر اي سبورتس على الاطراف، مثل ما عم نشوف الفايت امتد معاهم من السكول باتجاه منطقه روزوكس. بريك كثير حلو عم بتكون بالاي كي ام من بطيخه، لكن فايبس بيطلع على طول بالنوك داون وبيحصل الاقصاء على بطيخه، نوك فينش مباشره. نوك فينش مباشرة. السؤال بيطرح نفسه، هل الار 8 مستعد لهذا الفايت؟ هل برستيج مستعد لهذا الفايت؟ في فايتين منهم متبقي فقط لاعب واحد من لاعبين تيم الامبرا، عم شوف بي ار زيدا بيحاول يعمل بوش باتجاه لاعب راجناروك. يا راجناروك بيطلع ميني بيك، لكن اليو ام بي، اليو ام بي والنيو ميتا مثل ما بنشوف. يلا يا حسن، حسن بيحاول يناول، حسن بيحاول يعمل بوش، واليو ام بي فيس تو فيس بيطلع بالاقصاء وبيحصل فعلا الفايت. بالطرف الثاني بنروح مباشره باتجاه برستيج، برستيج وزملائه، برستيج وزملائه خسرانين لاعب على ما اعتقد، خسرانين لاعب. يوزع داون، يوزع داون يا حباب، يوزع داون يا حباب. محاولة الريفايف رح تتم بعد الهيل فعلا، سي ار 7 عم بيحاول يعمل ريفايف هون، في فلانك موجود مين بيتروكس، عم نشوف بالطرف الثاني، اوبا عم نشوف بالطرف الثاني يوزع، عم ينسحب للخلف، لكن انسحاب غير كامل يا حباب. وان شوت بيحصل الزاوية الصح، وان شوت بيطلع بالنوك داون، وان شوت هون عنده الافضلية في الموضوع،
وان شوت بالسبراي سي ار 7 دمج كثير عالي ضرر كثير عالي عم بيكون متواجد باللاعبين تيم الاريت على فيرتشوال جيمنج. لكن انت هون داون بلاعب عندك نوت داون، كيف رح تتصرف يا حباب؟ هل رح تسحب باتجاه الزون ولا رح تحاول تاخذ فلانك باتجاه زميلك؟ خلاص عم نشوف لاعبين تيم انريكو لاعبين تيم الاريت متواجدين بزاويه كثير صعبه، سي ار 7 بيحاول ياخذ فلانك باتجاه بيتوكس، بيحاول يحرمه فعليا من الكفر اللي هو متواجد فيه باتجاه يوزع اللي نزل داون عن طريق لاعب زوس، متبقي فقط سي ار 7 وسي ار 7. هل في مجال يا حباب بالسبراي باتجاه بيتوكس يطلع فيها ولا كيف؟ لاحظ هون بوش ولا تحركات كيف راح تكون بيتوكس بزاويه. نلاحظ ونراقب صراحة سي ار 7 كيف عم يحاول لازال يلعب على فكرة الريفايف. لاحظ هون قدامك سبريم متواجدة موجودة من زوس، زوس بيحصل اصابات، اصابات بتضع اللاعب كريستيانو بحالة دفاعية بحتة، بتحول من الهجوم للدفاع، بينما التقدم هون راح يكون من بيتوكس. بيتوكس يا بيتوكس عم يحاول يعمل بوش، عم يحاول يتقدم الامام، عم يحاول يضغط، لازال عم يحاول يضغط، بيحاول يناور مع كريستيانو فيس تو فيس. راح تكون سبراي كتير حلوة عم بتكون من بيتوكس، إصابات على الباقي أكثر ما تكون على اللاعب صراحة، هيد شوت واحدة كافية لا النوك داون أو للإقصاء فعليا على لاعبين تيم ريكو انفينيتي، لكن بينسحب هون من المنطقة وفعلا بيطلع بأمان كريستيانو من المنطقة يا حباب. نروح على طول باتجاه الأطراف، سمح ما لحقنا نحط على الفايت، ما لحقنا نحط على الفايت يا حباب، ما لحقنا نحط على الفايت يا حباب. عم نشوف الكثافه العدديه قلت بشكل كتير كبير، خارج الزوم متواجدين معنا اوريدو مع الانترودرز، بينما المتبقين معنا في داخل الزون كثافه عدديه قليله شوي. التوزع بيكون نصر اي سبورت ماخذ روزوك الاطراف متواجدين الباور، وبالمنطقه الغربيه كل من لاعبين تيم ال 19th minute ولاعبين تيم الفيرتشوالز. نشوف هون خلونا مع كريستيانو شوي، خلونا مع كريستيانو شوي، هل في بوش باتجاهه ولا في انسحاب؟ انا هلا بشوف الشات، في فرق في 3 دقايق بين الشات وبين الستريم، بين اخرين الستريم بشوف شغله صراحه بتضحك. يلا ليتس جو شباب، ليتس جو، هي اخر جوله، اخر جوله، يلا شباب اخر جوله. نصر اي سبورت على طول نروح لعند الباور، نصر اي سبورت في واحد عامل بوش الفتى المشاكس ولا مين راجناروك راس الحرب من نصر اي سبورت، عامل بوش بتيجي لاعبين تيم الباور. عزيز يا عزيز هون الاطراف، عزيز عزيز يا عزيز على اللو جراوند، ما عندك كفر، ليش ما عم تبيك له راجناروك؟ راجناروك اوبس، لماذا تفعل ذلك يا راجناروك؟ عم بيعطي مجال لميركل، ميركل هون بيحاول يعمل فلانك، الفلانك بيتم فعليا عزيز بورطه كثير سوبري دبل هيت شوت على طول من ميركل، بيحصل فيه النوك داون. متبقي من لاعبين تيم الباور مثل ما بنشوف لاعب واحد انسحب للخلف ولا كيف، البوش موجود منه عثمان، يا عثمان بيحاول يعمل بوش، في اثنين، في حتى فانكيت عم بتقدم باتجاه لضبي، عم بيحاول يعمل بوش باتجاه لضبي، بشتت الاصوات بينما هون راجناروك بيلعب دفاعيا، بياخذ الريدج، بيحاول قدر الامكان ياخذ الفينشز، فانكيت عم بتقدم للامام، بنشوف راجناروك من زاويته شو شايف؟ شو شايف يا حباب؟ على مين شايف يا حباب؟ مين ماخذ زاويه على مين؟ عم بشوف فانكيت هون عم بتقدم باتجاه راجناروك، عم بيحاول يحضر له الجرنيت فعليا راجناروك باتجاهه، برميها باتجاه الشجره، لكن زاويه غير كافيه، غير كافية الزاوية يا حباب. وين الفلانك وقت اللي بدك يا وينك بطيخة، وينك يا بطيخة وقت اللي بدك بطيخة تعمل شغلة جنونية، تعمل بوش، يعمل بوش، يعمل فلانك باتجاه جدارته على السكول، يقدلوش زاوية تانية، يحرم فعليا لاعبين تيم الباور من الكفر. ما عم نشوف هذا الشيء، لكن مثل ما نشوف هون لاعبين تيم نصر اي سبورت فيس تو فيس رح يكونوا مع فانكيد وكانتي مع عثمان، مثل ما نشوف ثلاثة حاليا متبقين من الفريق. بالطرف الثاني لاعبين تيم نصر اي سبورت دخلوا فايت، ميركل نزل عن طريق لاعبين تيم 19th minutes، حصلوا زاوية كثير ممتازة، رح ياخذوا الفينش اكيد. لكن السؤال بيطرح نفسه، هل راجناروك بأمان؟ هل راجناروك بأمان؟ أعطني راجناروك أعطيك بطولة فعليا. مثل ما عم نشوف نصر اي سبورت هون ما في دعم، ما في تغطية، ما في مجال لأي شيء، فانكيت تحصل منه زاوية على راجناروك، عم يحصل إصابات على راجناروك، انكشف مكانه خلاص، هل في بوش؟ هل في ضغط فعلا؟ فانكيت من زاويته باليو ام بي كافية فعليا من الويزر تاور أو من
هذا التور الصغير يلي فيه من القناص بيحصل اصابات. حسن كشف مكانه وكشفت المكان هي رح يدفع ثمن كثير غالي عليها اذا لاعب 19th minute المتواجد بالفلانك عليه حصل الزاويه المثاليه بالنسبه له. فعلا في عندنا زاويه هون موجوده على اللاعب حسن، في عندنا زاويه يا رب نلحق يا رب اللي حنحط هون. اوكي ما عم بيشيك على المدير الشاب حسن هون، وضع حرج جدا بيكون من حسن، وضع حرج عم بيكون لحسن. عثمان وفانكد من الهاي جراوند عم بيحاولوا يضغطوا على اللاعبين تيم 19th minute اللي زكريا نزل منه نوك داون. ما بنحسن نحط على الكل، اوكي ما بنحسن نحط على الكل. انترودرز يلا انترودرز بالسبراي موجوده، فانكد عندك اي يو جي عم بيحاول يحصل اصابات، حصل عليه هيد شوت لكن بيحاول ينسحب للخلف. هيد شوت هي كانت ولا بدي شوت؟ اوكي ليم شوت حتى موجوده على كتفه. الضربه التقدم من عثمان، عثمان عم بيحاول يعمل بوش، عم بيحاول يتقدم لمان، بيحاول ياخذ زاويه قاسيه على اللاعبين تيم 19th minute. راح يحاول ياخذ الفايت من مسافات بعيده الى كلوز كورنرز، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل في متابعه من زملائه باعتبار انه فانكد بيحاول يهيل؟ عم نشوف احنا عثمان تلقى جرنيد، زاويه كثير صعبه راح تكون عليه، جرنيد ثاني عم بيكون من زكريا، زكريا بيرد الصاصعين مثل ما عم نشوف بجرنيد قاسيه على اللاعب عثمان، بتحرم لاعبين تيم الباور من البوش الاجريسيف اكثر من هيك. بينما جاجا هون عم بيحاول يتقدم لامام، بيحاول ياخذ الزاويه، الفينش موجود بالكونكرر. ريو يا ريو سفاح ريو بياخذ الكيل، بيقول لك واحد نوك ما عندك مشكله، نحن بناخذ الفينش، نحن بناخذ الكيل. وريفا متواجد عندنا بالسكول، والاقصاء عم بيكون على لاعبين تيم الباور المتواجدين في المنطقه، واقصاء ايضا الفريق بشكل كامل. بينما هون لاعبين تيم الكونكرر اخذوا زاويه جدا ممتازه، انا حابب اشوف هون حسن شو بده يعمل. بيطلع هون بكل، بيطلع باقصاء، بيطلع بنوك، ممكن ياخذ الفينش، لكن عندنا لاعبين تيم الانترودرز عم بيحاولوا يتدخلوا. انترودرز اسم على مسمى، سبراي كثير حلوه من حسن، عم بيحصل فيها هيد شوت، عم بيحصل فيها هيد شوت، بيقول له ايدك عنا، هي الكل الي، ايدك يا حباب، ما تمدها على الكل تاعي هون. ومثل ما عم نشوف حسن من تيم نصر اي سبورت ممكن يضمن الكل بالنسبه له، لكن السؤال بيطرح نفسه كيف راح يتصرفوا لاعبين تيم 19th minute. البوش باتجاه زميلهم، جبل نوك داون على الارض، بيحاولوا ياخذوا البوش، بيحاولوا يتقدموا لامام، لكن سبراي من حسن، حسن كشف مكانه لكن دفع الثمن غالي كتير. جاجا صراحة ما عنده هيل، ما عنده هلمت، الاتش بي صفر مثل ما عم نشوف. جبل ما في مجال لحتى يرجع باتجاه الكفر، بيحاول يناور مع اللاعب ويس من لاعبين تيم الانترودرز. جرنيد بمكانه، جرنيد سليمة، قراءة صح من حسن، بيحصل فيها الاقصاء. لاعبين تيم من 19th minute، هل رح تتقدموا؟ هل رح تناوروا؟ تاخذوا الكل؟ هل رح تلعبوا اجريسيف بلاي داخل مدينة؟ كشف عليكم تيم من الهاي جراوند، مثل ما عم نشوف ويس عم نشوفه من الشباك، مرحبا هاي، اعطيه باي اعطيه باي مراد من عندك، مثل ما عم نشوف مراد ويس فيس تو فيس راح يكونوا على الاطراف. مثل ما عم نشوف ويس عم يشوفنا من الشباك، مطلع على المنطقه بشكل كثير كبير. الكونكرز جروزا عم بيحصل اصابات على لاعبين تيم الاوريدو بالمنطقه الجنوبيه، في عندنا فايتس فعلا بالاوبن، عم يتم اقصاءات على لاعبين تيم الاوريدو ثاندرز، المتبقي منهم هو اللاعب الوحيد ريكس متخبي داخل المنزل، ما في داعي يكشف نفسه. مثل ما عم نشوف هون لاعبين تيم لاعب تيم نصر اي سبورت الناجي الوحيد اللي هو حسن عم بيعاني الامرين، ضغط من الخلف، ضغط من الامام حاليا من تيم 19th minute. حاولوا يعملوا بوش، بيحاولوا يتقدموا للامام، وبيحاولوا يطلعوا بالاقصاء. هذا اقصاء جدا مهم بالنسبه لهم، اقصاء مهم جدا بالنسبه لهم صراحه، انه يخلصوا من حسن، لان اذا تخلصوا من حسن راح تفضلون الساحه داخل المدينه، فهذا شيء بيعطي امر واحد فقط، بوش بيبي بوش بوش يا حباب للامام. لكن حسن عندك بالمرصاد، الله عليك يا حباب، سموك هون سموك هناك، عمل تنتين سموك، اخذ موقع دفاعي، قال له للاعبين تيم الانترودرز اصطفلوا فيهم انتوا، لكن تعال 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 يا رؤوف، لو انا عم بتبيك يا رؤوف، لو انا عم بتطلع يا رؤوف، خذ نوك خذ نوك داون عن طريق اللاعب حسن. حسن شو عم بتساوي؟ ون مان ارمي يا زلمه، ون مان ارمي يا زلمه، اذا بضربك عين انا صراحه، يعني شيء رهيب جدا، شيء اسطوري اللي عم تقدمه انت هون. مثل ما عم نشوف بين 19th minute وبين لاعبين تيم الانترودرز، عم نشوف الايس من الفريق هون متواجد، الايس من الفريق متبقي نصر يا النصر. بنشوف هون خلاص حصل الزاويه، في اطلاق رصاص من زكريا، ضربناه عين خلاص، ضربناه عين. زكريا عم بضرب رصاصه، مثل ما عم نشوف كاشف زاويه، اذا بلعبها صح حسن ممكن ياخذ نوك داون على زكريا، عم بيحاول ينزعل للخلف، كلوز كورنرز البوش موجود، وفعلا الضغط من الكثافه العدديه. والله ما قصرت، والله ما قصرت يا حسن، حسن اسطوره اسطوره بكل ما تعنيه الكلمه صراحه على الفايتات هي اللي قدم لنا اياها. نشوف على طول البوشات، نشوف تحركات، يلا الكونكرر متواجدين بالابارتمنتس، بس تسكير سريع يا شباب. بينما عم نشوف هون اللاعبين تيم جي 3
تيمبو مثل ما بنشوف متواجدين هون على الاطراف. نحاول قدر الامكان نحصل لكم كل شيء ممكن يطلع معنا على الجيم. على الخريطه بنشوف نحن تمركز وتواضع اللاعبين. الار 8 كريستيانو بمركز الزون متواجد عنده زاويه كتير ممتازه صراحه. بينما على الطرف الثاني عم نشوف نحن لاعبين تيم السلايف 4K لازم يعملوا بوش باتجاه كريستيانو. كريستيانو اذا بيضغط بالكمباوند هاد، اذا بضغط فعليا على لاعبين تيم السلايف 4K راح يتفرغ له الكمباوند ويعمل فايت مع لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج بينه وبين لاعبين تيم السلايم 4K. على الطرف ما بنشوف عين هون فالكو، يا فالكو خلاص فلاكو، فلاكو بتلقى رصاصات. فلاكو الاسم صعب كثير انك تحفظ اسمها كثير يا حباب. فلاكو هون بيطلع بالاقصاء فعليا، بيطلع بالاقصاء ريو عليه وتحصيل ضغط راح يكون اكثر واكثر هون على سنتر الزون. بالنسبه لنا ممكن ننقل شوي التحركات تاعت الخريطه اكثر واكثر. سوري مالي تاتش، انا مالي من جماعه التاتش، يعني من جماعة التاتش يا حباب. مثل ما بشوفون تحركات الفرق كيف بتكون. فيرتشوال جيمينجز بيحصلوا زاوية جدا ممتازة. لاعبين تيم السلايم 4K تي موجودين ببوزيشن قاسي على لاعبين تيم الفيرتشوالز. السبراي موجودة لكن على طول الوان شوت بيحصل نوك داون على برونتو، بيحول الفريق من وضع هجومي لوضع دفاعي. بينما ستورم عنده بوزيشن جدا ممتاز ممكن يعطي انفو لزملائه، تعالوا شباب على الجسر، منطقة الجسر خاوية تماما. بينما هون ويس، يا ويس اللي اخذ دوك داون عن طريق حسن، سبراي منه بيطلع بجاجا فيس تو فيس، راح يكون مع كل لاعبين تيم الناتيت منت، لكن التغطيه موجوده من الخلف، التغطيه موجوده من رؤوف. الله عليك انت ورؤوف، ويس ورؤوف اثنيناتهم عمل مشترك بيكون راس الحربه. هو متواجد عندنا نحن ويس، بينما رؤوف بسبرايات كثير حلوه. الناتيت منت بيعاني بشكل كثير كبير وبيطلع الاقصاء عن طريق ويس. حاليا الجيم رايح يخلص معانا مثل ما عم نشوف كثافه عدديه قليله صراحه مقارنه بستايل البطوله. نتابع هون، نتابع على طول، نتابع على طول المتواجدين حاليا من لاعبين تيم الفيرتشوال جيمينجز. على الاطراف فيرتشوال جيمينجز عم بيحاولوا يعملوا بوش للامام لاعبين تيم ال 4K تي. هل في مكان؟ اوه حصل سبوتينج بيتور، بيتروكس، بيتروكس حصل سبوتنج فعليا عليه هون. محاولة سنايبر ام 24 لكن اللي قدامك معه هلمت ليفل 3، اذا كان الاتش بي فول ما راح ينزل داون، لكن مثل ما عم نشوف في اتش بي فارغ عند اللاعب من تيم ال 4K تي، لازم ينتبه لهالموضوع. خارج السموك انكشفون عنا على طول، ستورم سبراي موجوده من بيتروكس بيحصل ضرر كثير عالي لكن ضرر غير كافي للنوك داون، لازم يساعدوا زملائه على هذا الشيء فعليا. ومعول اللاعب بيتروكس انه واحد من زملائه يطلع خارج الكفر الزون، بتقول لهم تفضلوا الزون عنكم كل من لاعبين تيم 4K تي ولاعبين تيم الفيرتشوال جيمينجز. انا حابب اشوف هون ويس والشباب شو راح يعملوا. سبراي كتير حلوه، توقيت كتير ممتاز صراحه على التبديل مثل ما عم نشوف جروزا هون. بينما التقدم متواجد حاليا من لاعبين تيم الكونكرر، الكونكرر عم بيحاولوا يعملوا فلانك حتى مثل ما عم نلاحظ نحن ريو، ريو ماخذ زاويه، ريو عم يتقدم، ريو عم بيناور، عم بيحاور البوش بي اتجاهه لازم يتم. بينما ريفا هون على الهضبه عم بيحاول ياخذ الفايت قدر الامكان، ماخذ كفر بالوزارد تاور. ريو اللي عنده الزاويه، ريو اللي عنده الزاويه من طرف المبنى ممكن يحصل اقصاءات على لاعبين تيم الانترودرز. الجرنيد بمكانه بتحصل منك، الله عليك الله عليك يا ريو. اليوم البيست مود موجود من ريو. على الطرف الثاني راح نشوف رؤوف، على الطرف الثاني راح نشوف رؤوف، رؤوف عم بيحاول يناور بين اثنين بنفس الوقت. بينما هون ريو محصل انفورميشن وين متواجد اللاعب، بحاول يرمي جرنيدز اكثر واكثر باتجاه لاعبين تيم الانترودرز. اللي اخر لاعب متبقي من الرؤوف فيس تو فيس راح يكون ريو، بيرمي الجرنيد. محاوله الريفايف موجود لكن جروزا هون مدرك تماما للموضوع، بيحاول يعمل بوش، بيحاول يضغط يطلع خارج الكفر. ريو رح ينسحب باتجاه البقي، يحاول ياخذ فلانك باتجاه زملائه. بينما هون رؤوف، الله عليك الله عليك يا جروزا، بيطلع بالاقصاء وبيطلع بالاقصاء فعلا عن طريق اللاعب جروزا، بيحصل الجرنيت بالمكان السليم. لكن هون عندنا على طول بنروح باتجاه ستورم، ستورم يا ستورم، البوش موجود، الضغط موجود اكثر واكثر باتجاه الكامباوند من 77 بلازا اللي عم بيحاول يضغط اكثر واكثر على لاعبين تيم الكونكرر اللي متواجدين امامنا. الكونكرر في عندنا جروزا، جروزا يا جروزا، فيس تو فيس راح تكون. هل في مجال، هل في مجال يا حباب تاخذ هون الضغط اكثر واكثر على لاعبين تيم كونكر؟ كونكرز مو لا تيم كونكرز عم بيحاولوا يدخلوا، عم بيحاولوا يعملوا بوش باتجاه الزون، محتمين حاليا بالسيارات، عارفين انه هن على الهضبه داخل الزون، عارفين تيم ال 4K تي رح يطلع خارج الكفر. بالنسبه للاعبين تيم الفيرتشوالز متواجدين داخل الزون، ضغط اكثر واكثر، جرديد في مكانه، ضرر بسيط. لكن مثل ما عم نشوف نحن هون لاعبين تيم السلايم 4K رح ينسحبوا من المنطقه. ستورم هو الوحيد المتبقي، عم بيحاول ستورم يضغط اكثر واكثر على اللاعبين، لكن بتلقى جرنيد من جروزا بتنزل بالمكان السليم. لاعبين تيم الكونكرر هون بيعانوا فعليا من جرنيد ايضا اللي رماها ستورم.
ستورم. ستورم حصل 2 نوك داون لكن هو ايضا نزل نوك داون. لهذا السبب راح نشوف نحن بلازا زميله يحاول يتقدم باتجاهه ويحاول يحصل الريفايف لكن كشف نفسه. مغامره كتير كبيره صراحه، هي مقامره اسمها وليست مغامره يا حباب، بانه فكره يحاول يحصل الريفايفات. عندنا نحن كريستيانو عم بنطنط داخل المباني بيحاول يحصل دخول باتجاه الزون بدون ما يعمل ستيبس، بدون ما يعمل صوت ستيبس نهائيا، بينما هون البوش باتجاه لابين تيم الفور كي تي تم الريفايف. محاولة الريفايف، محاولة الانسحاب من المنطقة راح تتم باتجاه الصخرة عفانين هنا تماما على اطراف الزون، لكن مكشوفين اللاعبين تيم الفيرتشوال جيمينجز اللي عم نشوفهم حاليا ماخذين الجدار ضاغطين بشكل كتير كبير. انا حابب اشوف مين اللي ماسك عليهم فعلا. بيتوركس عم ماسك بن المبنى لكن ضرر كتير عالي عم بيكون عليه من تيم الكونكرر. نحاول نبدل على طول على الفرق الموجودة معنا على الأطراف. إقصاء بيتم على اللاعبين تيم الـ R8 ولا كيف؟ لا 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 لا، لسه في عنا، لسه في عنا، لسه في لاعب متواجد، ما بعرف أبدل، لسه في لاعب متواجد. كريستيانو طلع بنوك داون، كريستيانو طلع بنوك داون يا حباب. كريستيانو عم بتقدم هون للأمام، عم بيحاول يناور، عم بيحاور البوش باتجاه زوس. الزون رح تبش عليه، الله عليك، بيطلع بنوك داون أيضا. البوش لا زال مستمر من لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج، لاعب واحد فقط باك ستابينج على طول على لاعبين تيم الفيرتشوال جيمنج، لكن والله ما قصرت، والله ما قصرت، ما قصرت يا كريستيانو. هون وان شوت بيطلع بالكير رقم 4 بالنسبة له، بيحصل بوزيشن جدا ممتاز لتيمو، هو الوحيد المتبقي، هو الوحيد المتبقي. تم اقصاء تيم الكونكرر ايضا خارج الزوم مثل ما عم نشوف. البوش راح يتم باتجاه اللاعب الوان شوت. وان شوت يا وان شوت 1 في 3، كيف راح تكون الترتيب بالنسبة لك؟ معروف انت، لكن الجرنيد بمكانه، الجرنيد بمكانه، بتقلص العدد 2 ضد 1، بتقلص العدد ل 2 ضد 1، لا زالوا غير عرفانين من وين اجت الجرنيد هاي، من داخل المبنى لا خارج المبنى. كيف الترتيب بيكون؟ مرمية الجرنيد، محاولة انه تدخل بنفس المكان، لا زال لاعبين تيم السلايم 4K تي بيحاولوا ياخذوا ريفايف خطير للمرة الثانية على التوالي. عم نشوف هذا الموضوع، عم نشوف نحن من وان شوت بيرمي الجرنيد بمكانه، اخذ انفورميشن معناته عم بيتم الريفايف، الريفايف بيتم فعلا، انسحاب للخلف عم بيكون، والجرنيد الثاني بمكانه والثالث والرابع والخامس. اعطيني كمان وحدة، اعطيني وحدة بنفس المكان يا حباب. بيرميها لكن ضرر طفيف جدا، جرنيد اتلقاها من بلازا، ومثل ما عم نشوف نحن هون برونتو بيحاول يترجع للخلف، والجرنيد من برونتو بيطلع فيها. جي جي، وينر وينر، تشيكن دينر 4K تي، عرفوا يلعبوها صح. 8 كل، 8 كل طلعوا فيها الشباب، ممتازة جدا بالنسبة لهم. بينما عم نشوف نحن هون فيرتشوال جيمينج طالعين بسبع اقصاءات، طالعين تيم الـ R8 باقصائين بالمركز الثالث، المركز الرابع بيطلع فيه تيم الكونكرر على طول. راح الصوت، راح الصوت، نو مور فويس. 9 اقصاءات موجودين على مين تيم الكونكرر. والله والبلايد اليوم ادى اداء كتير حلو تيم الكونكرر. انترودرز مثل ما بنشوف بخمسه كل، هو السادس بيكون فيه 3 كلات للاعبين تيم ال 19th minute. بالمركز الثامن تيم نصر اي سبورت طالع بست اقصاءات. المركز العاشر تيم الباور باربع اقصاءات. المركز 11 متواجد فيه تيم التويست باربع اقصاءات. وما بنشوف نجمة جالكسي بثلاث اقصاءات مركز 12، لكن معهم تنتين تشيكن دينر مانس نحن اليوم. هي باقي الترتيب المتواجد معانا. حسن والله ويل بلايد، والله ويل بلايد يا حسن، ويل بلايد يا حسن، دي جي ويل بلايد. وجروزا مثل ما عم نشوف 9-6 متواجدة معه من الاقصاءات، او اعتقد الفينيشر زي متواجدة معه. وهيك اعزائي المشاهدين كانت نهاية اليوم الاول من البطولة. ثواني نشوف اذا النتائج، اذا في مجال نعرض لكم النتائج، في مجال، في مجال نعرض النتائج. سوي بس بحصل، حابب اعرض النتائج على اللايف ستريم، فنشوف النتائج اكيد رح يعرضوها هنا على السوشيال ميديا تاعهم، على الاكزوتيك او مدري على اي سوشيال ميديا رح يعرضوها. رح شوف شو الترتيبة وممكن أبعث لكم. ثواني بس أتأكد من الأدمنز، أتأكد من الأدمنز. والله جيم حلو، والله جيمات حلوة صراحة عم بتكون من الشباب.
يا شباب بننتظر بس دقيقتين على بين ما يزبطوا الادمنز لنتائج، وان شاء الله بنعرض لكم النتائج عشان نشوف كيف كان اداء الفرق باليوم. صراحه اليوم كان طويل جدا بالنسبه لي، هلا مالي فطران، هلا مالي متغدي، صرت انا مالي متغدي نايس بس مضيع. لاحظين الموضوع انه مضيع ما اوكي 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 والله لي زمان لا فاتح المحاكي ولا عامل سبكتيت، و حتى الايباد يعني لبين ما زبطنا كل شيء قبل الستريم بشغلة ساعة زمان كنا قاعدين عم نظبط قصص الستريم كلياتها. فبعتذر على القصور اذا بدر مني قصور، ان كان بالتعليق ان كان بالسبكتيت، لكن صراحة لي زمان زمان منيح ماني مسوي سبكتيت. فلنشوف شو ترتيب هلا في جرافيكس عم بتصير، اللي هي جرافيكس الام في بي وجرافيكس الريزولتس عشان نعرض لكم اياها. طبعا نورين الشباب الشات كلياتكم فردا فردا، نورين اصحابين الفرق ايضا والمانجمنت اللي موجودين بالفرق. ف جي جي والله جي 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 سلايم 4 كي تي صراحه. كونكرر كثير اداؤه حلو اليوم، اليوم كونكرر كثير اداؤه حلو. معلش رح نطلع مساحه على التويتر لاحقا او نطلع ستريم على الانستغرام لاشوف شو الترتيبه، يمكن مساحه على التويتر بس بنشوف شو الترتيبه. كونكرر كتير لعبه حلو كان، يعني كونكرر اليوم لعبه لعب البطولة صراحة. فيني اقول لك يعني اليوم لعب البطولة هو تيم الكونكرر، تيم نيجما جالاكسي لعب البطولة، لعب بجد لعب البطولة. نصر اي سبورت في شيء غلط باللاعبين، مو بلعب كل واحد منهم، لا في غلط بالسينرجي بيناتهم. مو هذا نصر اي سبورت اللي بنعرفه صراحة. حسن والبلايد ما قصر، بطيخة حتى شفنا له كم لقطة كان كتير حلوة بخريطات السان هوك، لكن ما عم بشوف اليونيتي تاعت الفريق، ما عم بشوف هاي الشغلة. فان شاء الله بيصير في تعديل للموضوع عندهم، نشوف شو الترتيب. No voice. A minute. I'm waiting for the results. I'm waiting for the results. طبعا Ayuki, thanks a lot for this opportunity. Actually, thanks a lot for the effort that you guys are putting. Thanks for the admins that they are working hard on this. بس عم بتأكد انه هل رح يشيروا ال رح يشيروا الريزلت معنا ولا رح نروح على السوشيال ميديا؟ اوكي شباب، يا شباب شكرا لكل اللي تواجدوا معنا. بكره بنفس التوقيت ان شاء الله راح يكون في تصحيحات بالاخطاء وبالوقت هذا اللي طال فيه البث. ان شاء الله بكره بيكون كل شيء تمام، ومنتابع معكم اليوم الثاني ان شاء الله. طبعا تابعوا السوشيال ميديا اكيد راح يكون في عليه النتائج، وبنزل لكم ان شاء الله كل اخبار البطوله
تكون على خير. باي.